العلاقات العاطفية بتخلص ساعات كت وساعات فيد اوت، يعني بالتلاشي التدريجي، ولما بتخلص بتوصل أحيانا لمرحلة السيدة نجاة لما قالت كل شيء راح وانقضى واللي بينا خلاص مضى خلاص مضى. لكن في بعض الناس بتبقى مغيبة وبيصل درجة عشقها إلى أنه حتى لو حصل أي حاجة هو برضو مش مصدق، زي عبد الله الفيصل لما كتب ولحن رياض الصنباطي ثورة الشك. وفي ثورة الشك تحديدا في بيت عجيب قوي ولحن عجيب جدا، رياض عبقري، أم كلثوم أبدع ما أبدعت البشرية. كأني طاف بي ركب الليالي يحدث في الدنيا عنك وعني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني. مش مصدقة. في ناس لحد النهاردة علاقتها بالجعير لحد وقتي كده، في ناس لحد النهاردة بتقول للجعير كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، وتقعد وشايفين وشافوا الغلا، شافوا الكوى، وشافوا الناس بتفرفر في الشوارع، وشافوا الناس صدمانة وعدمانة، ويقعد يقول لك على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. دول بقى طلسم إلى دول أو إلى هؤلاء وأولئك على رأي الدكتور طه حسين. هنبدأ المقدمة دي، سيبي اللي في إيدك بقى واللي وراك واللي قدامك، وتعالى أعمل معايا كشف حساب للجعير، ونبدأ الكشف الحساب بالبداية التقليدية للبرنامج. أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجعير الحقير، العرة، أعر من أنجبت العسكرية المصرية وأعر من أنجبت مصر بشكل عام. في تصريحات ووعود كتيرة قوي وعد الأخ مدبولي أبو عين نايمة، ده وعد أننا سنكتفي ذاتيا من البترول، وعد شعوبها بكتير جدا. سجل أسود أو أسود سجلات كذب الحكام على شعوبها والضحك عليه. حضرتك المشاهدين، زي النهاردة من 6 سنين كان واحد من التصريحات المنسية لعبد الفتاح حسين سعيد خليل السيسي لما طلع في خطاب تنصيبه من 6 سنين في 2018 وقال أنه على يقين أن أروع الأيام ستأتي قريبا. أكيد أنت ناسي الفيديو ده، فمعليش نفكرك بفيديو من 6 سنين، بس مش من 10، من 6 سنين. أقول لكم بلسان الصدق المبين بأنني عازم على استكمال المسيرة، عازم على استكمال المسيرة متجردا من أي هوى إلا هوى الوطن، لا أخشى سوى الله جل في علاه، ومتيقنا بأن أروع أيام هذا الوطن ستأتي قريبا بلا أدنى شك بإذن الله، ما دامت النوايا خالصة والجهود حثيثة والقلوب صامدة. لا معلش، سيبك من النوايا والجو البلحي ده، خلينا نرجع تاني ورا. أقول بلسان صدق، مش عادي، خلي بالك من اللغة، بلسان صدق مبين يا سيدي، كأنه المسيح بيتكلم الحق والحق أقول لكم. نسمع تاني معلش هميزو، بلسان إيه يا حبيبي؟ من 6 سنين في 2018 أقول لكم بلسان الصدق المبين. بس كفاية بلسان الصدق المبين، ما كانش كفاية صدق يعني؟ بلسان صدق مبين. أي طب معلش يعني نعدي بقى مبين دي، وحضرتك بقى قلت إيه بقى؟ هتعمل إيه؟ كمل. بأنني عازم على استكمال المسيرة، عازم على استكمال المسيرة متجردا من أي هوى إلا هوى الوطن. بس ده كان قبل حضرتك ما يشتري الطيارة، وكان قبل حضرتك ما يكمل بناء القصور الرائعة، وكان قبل حضرتك ما يزود ديون مصر، وكان قبل ما يسيغ المدام ويرستق العيال. طب لو ده مش تعريف الهوى، يبقى تعريف الهوى ايه؟ تعريف الهوى ايه؟ الهوى تعريفه ايه؟ لا سيبك من الهوى بتاع الجو الطقس،
الهوى اللي هو رغبات النفس. يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى. ده الهوى والله. وبرده الأستاذ نجيب محفوظ لما اتسأل السيد أحمد عبد الجواد البضاعة اللي راحت للغزية دي نكتبها ايه، قال له بضاعة أتلفها الهوى. والسيدة عفاف راضي ليها الهوى هوايا، وهنعد بقى في الهوى. ولو الطيارة مش الهوى، ولو القصور مش الهوى، يبقى ايه هو الهوى؟ حضرتك متجردا من الهوى؟ ده انت الهوى نفسه، ده انت الأستاذ عفاف راضي نفسها. الهوى هوايا، لا مش عفاف راضي، لا اسف، ده عبد الحليم حافظ، دي أغنية حلوة قوي، الهوى هوايا. يا سلام، ده انت الهوى نفسه، ده انت كاتب الأغنية وملحنها ومغنيها. معلش نكمل بقى بعد الهوى هوايا الأستاذ عبد الحليم حافظ، اتفضل. لا أخشى سوى الله جل في علاه، ومتيقنا بأن أروع أيام هذا الوطن ستأتي قريبا. بس أروع أيام الوطن ده ستأتي قريبا. اليوم ده كان يونيو 2018، وكنا قاعدين كلنا مع بعض، قال لكم بلح الجعر اني اروع ايام الوطن ستاتي قريبا. تاني يوم يا حضرات خرجوا بقى بحملة المباخر يقولوا لنا اروع الايام الوطن، العب يا بيه. بص يا استاذ، مصر للجميع الا من اختار الارهاب. خالد ميري، مين خالد ميري ده؟ مش مشكله. وبدات الولايه الثانيه، اروع الايام، اروع ايام الوطن ستاتي قريبا. وحضرتك عدى على قريبا دي 6 سنين. احنا النهارده يا حضرات قرروا فريق البرنامج انهم يحتفلوا بالذكرى السوداء للتصريح ده، ويشوفوا اروع ايام الوطن وصلت لفين في عهد السيسي. وقلنا نركز النهارده على الاقتصاد وهموم الناس واحتياجاتهم الاساسيه. يا ترى الست سنين، خلينا بقى نرجع لورا بقى العشرة، حصل في ايه بقى الاخبار الايام؟ الايام اخبارها ايه؟ تعالوا نشوف بقى اروع كل حاجه، اروع الزيادات، اروع النكسات، اروع الخيبات في عهد عبد الفتاح الميمون خلال ال10 سنين بقى اللي فاتوا، مش 6 بس، ده احنا فتحنا لك الملف كله. حضرات الساده، الحلقه دي تاريخيه. اروع ايام الوطن في 10 سنين. نبدا يا حضرات، ادي اروع ايام الوطن. يا سلام، مصر في 10 سنين. نبدأ منين يا أولاد؟ المصادر، قرارات حكومية، جهاز التعبئة العامة والإحصاء، معدل التضخم 500%، السولار ارتفع 809%، البنزين ارتفع 594%، الغاز الطبيعي ارتفع، ايه دي؟ الرقم ده يتقري كام يا أولاد؟ 1525%. أسطوانة الغاز يا جماعة بعد الرقم الثالث ما تدينيش رقم، أنا بتوه بقى، 1150%. تذكرة المترو 1200%. الكهرباء 762%. الخبز 400%. الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه كان يساوي 150 دولار، دلوقتي 6000 جنيه تساوي 122 دولار. نسبة النقص سالب، يعني ماينس 25%. سعر صرف الجنيه، كان الجنيه 8 جنيه تساوي 1 دولار، دلوقتي 48 جنيه تساوي 1 دولار. نسبة النقص ماينس 600. أروع أيام الوطن، يا لها من روعة. إحنا لازم نستعيد صوت الأستاذ عبد السلام النابلسي ونقول له في شارع الحب، ما تبسطهاش أكتر من كده. ده الروعة؟ ده تعريف الروعة عندك؟ ده تعريف الـ 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 الجمال عندك؟ 1200 جنيه كانت تساوي 150 دولار يا حضرات، دلوقتي 6000 جنيه تساوي 122 دولار. يا حضرات، الدولار كان ب 8 جنيه، الدولار الواحد دلوقتي بقى ب 48 جنيه. أروع أيام الوطن، تعمد الكذب وإطلاق التصريحات الوردية، وخاصة في مجال الاقتصاد واحتياجات الناس، ده كان ديدن السيسي ونظامه. يعني مثلا كلنا فاكرين التصريح الشهير بتاع التعويم أمن قومي. فاكرين السيسي لما قال مش هنعوم لأن ده أمن قومي حتى لو ضد الصندوق النقد؟ حد فاكر السيسي لما كان واخد علبة رجولة كده على بعضها شريط كامل وضرب التصريح ده؟ اسمع.
صحيح. فبالتالي انا بس عايز اكملك، انت اتكلمت على سعر الصرف وكان مهم جدا، وكتير من الناس في مصر يتكلموا في النقطه، يقول لك ايه يا جماعه سعر الصرف اولا احنا مرنين فيه علشان بس يبقى صحيح. الامور واضحه، لكن عندما يتعرض الموضوع لامن مصر القومي وان الشعب المصري يضيع فيها، لا 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 لا, لا. انا بتكلم بجد، هذا الموضوع انا بقوله على الهوى. عندما يكون تاثير سعر الصرف على حياه المصريين وممكن يضيعهم، لا احنا نقعدش في مكاننا، لا لا ما نقدرش. حتى لو الكلام ده يتعرض مع حتى لو الكلام ده يتعرض امال ايه، امال ايه الرجوله دي يا واد؟ بيعجبني لما تنخع وتعمل راجل هايل حاجه كده، شفت امال ايه، امال ايه. هو أنا ليا أسئلة كتيرة في القصة دي. هو هل السيسي مش راجل فعلا ورجع في كلامه؟ ولا هل هو ما كانش عايز ياخد القرض ده والدول العظمى ضغطت عليه ياخد القرض؟ أصلا حصلت قبل كده أيام مبارك، حصلت قبل كده أيام مبارك لما مبارك ما كانش موافق على القرض وراح وافق عليه المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وده كان بضغط من أمريكا. فهل السيسي مش راجل فعلا ورجع في كلامه تطوعا كالعادة يعني، ولا هو يعني اتضغط عليه وتقال له اخرس يا كلبوب اقعد في حتة وخد القرض؟ ده موضوع بقى اللي بنناقشه بعدين، بس شفت التصريح عامل ازاي؟ وطلع اننا بدل ما نعوم غرقنا البلد، واننا لسه هنعوم مره واثنين وثلاثه. على فكره ده اللي قاله الدكتور او الخبير الاقتصادي حسن الصادي في الفيديو ده. السياسات الخاطئه في التعويم، وهقولها تاني، احنا عومنا الاقتصاد كله، واحنا كان المفروض نعوم سلع وخدمات، احنا كان المفروض نعوم سلع وخدمات مش نعوم الاقتصاد كله. احنا جينا نعوم غرقنا. انا هو انا بعوم ليه؟ انا بعوم عشان اصدر، صح؟ انا عشان اقدر اصدر. طب هو انا بصدر الاقتصاد المصري كله ولا انا عندي شويه موالح وشويه فواكه هم اللي انا بصدرهم؟ طيب ما انا كنت قاعد ادي حوافز تصديريه باليه معينه بحيث ان انا ادي الكلام ده متاخر. ما يا فندم مش هنرجع بقى نعوم تاني، لا ما انا هنعوم تاني وتالت ورابع. مين ده هيوصل ل 100 مع كل مراجعه للصندوق في بعد فتره زمنيه محدده؟ بعد فتره زمنيه قادمه هنعوم، هنضطر ان احنا نعوم بعد مراجعه الصندوق. والكلام على مسؤوليته، واسالوا اهل الذكر وده خبير اقتصادي. هنعوم تاني، عمرو حب يلم الموضوع فقال لك خلاص بقى مش هنتكلم في القديم، اللي فات فات يا قلبي، شكوتك لله. قالوا لا كله إلا العقد، هنعوم تاني. والوصفة دي هي اللي كتبها صندوق النقد بالظبط، واللي من سنتين جت على لسان منافق كل العصور، الرجل الذي أكل على كل المواعيد، اشتراكية أكل، رأسمالية أكل، انفتاح أكل، انغلاق أكل، لم يترك عصر إلا وأكل على موعده. اسمحوا لي أقدم لكم عميد النفاق العالمي مصطفى بكري، اللي طلع في 2022 يقول ان صندوق النقد عايز رغيف العيش يبقى ب 20 قرش. تخيل، ده مصطفى بكري في 22. اسمع، وصندوق النقد الدولي عاوز كده بكل صراحه ووضوح رغيف العيش يتباع ب 20 قرش، ب 20 قرش. ولك لا انتوا يعني كفايه انه الرغيف بيكلفكم 80 او 90 قرش، بيعوه ب 20 قرش. طبعا المواطن المصري مش مستحمل ولا هيقدر يفي بحاجاته الضرورية، ورغيف العيش ده هو الأساس في مصر. كان دايما المظاهرات لما بتقوم يقولك مظاهرات الخبز في 77، أنا كنت فيها واتحبست 3 شهور، وطلعنا مظاهرات في جنة وبنرفع شعارات الخبز بالأساس. فعايز أقول لصندوق النقد، إحنا بلد أوضاع الاقتصادية صعبة، وإحنا بلد بيعاني من أزمات كتيرة، وإحنا بلد خارج من مؤامرة كبيرة كانت تستهدف الدولة وتستهدف ضياع مؤسسات الدولة جميعا. فبالراحة علينا شوية، كل يوم تطلعوا لنا بشوية شروط، والمبلغ اللي احنا عايزينه ال 15 مليار دولار بتتمنعوا في انكم تدهن، لكن احنا بنقول لكم زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا عندنا معايير لا يمكن تجاوزها. رغيف الخبز خط احمر، كفايه غلاء الاسعار اللي الناس عايشاه. انتوا عايزين ايه مننا بالظبط؟ كفايه الاوضاع المجتمعيه الصعبه اللي المواطن المصري عايشها، كفايه الغلبان اللي مش قادر يدبر لقمه عيشه. برافو يا مصطفى، وطنيه من الاخر، حماس موجود، إخلاص مفيش بعد كده، خوف على البلد ما حصلش. لكن استنى شوية، هو نفسه مصطفى الحقيقة معجزة، يقدر زي الحرباية كده يغير جلده في ثانية. أول ما قرار الزيادة طلع وركعنا لصندوق التنمية مفيش لبس خالص يعني، طلع بكري يقول لك حصل نستحمل ولا نخربها. حضرة السادة اسمحوا لي أقدم لكم مصطفى بكري نسخة 24.
بس النهارده انا لازم اقرا الظروف كويس قوي وابقى واعي بيها كويس قوي، وما اصدرش احكام مجرد احكام عاطفيه او كلام ممكن يتقال لاي سبب. كلنا عارفين الظروف الاقتصاديه، وعارفين ظروف اهلنا وناسنا، وعارفين الغلابه وقد ايه بيتستروا برغيف العيش، وعارفين الطبقه المتوسطه تعبانه قد ايه. بس ايه البديل بقى؟ نخربها ونقعد على تلها زي ما العيال دي بتطلع وتقول لك الحق واه مش عارف ايه والدنيا خربت، ولا نستنى شويه ونتحمل شويه؟ ايه مصطفى ده انت معجز يا راجل، ده انت ذبحتنا يا راجل على طول كده. ده يعني ما في ايه ده، انا مش لاقي كلام، انا خلصت كل الكلام فيك. تخيل مصطفى بكري الذكر الوطني نصير الغلابه والعمال والفلاحين، وهو نفسه مصطفى بكري لما تحول الى نصير النظام. عشان ما تتوهش كتير احنا جبنا لكم النسختين، مصطفى بكري 22 مصطفى بكري 24. عدلنا الجنوط ما عدلناش حاجه، والمصحف ده البدل واحده والجرافات واحده، لدرجه النهارده وانا بتفرج على الفيديوهين دول قعدت اقول يا ربي يكونش الواد مصطفى سجل الفيديوهين دول في 2022 واحنا نايمين. يعني جابوه قالوا له ده، يعني قالوا له بص يا مصطفى انت هتقعد تقول ايه؟ لا الرغيف مش ب 20 قرش، اوعى تقولوا كده، اوعى تقولوا سودا دي منورانا الاوضه. وبعدين هنا فجاه قالوا سجل بقى التيك التاني بقى العكس خالص، هنعمل ايه؟ يعني انا متهيألي الاثنين دول كانوا في يوم واحد في سنه 22، بس مصطفى بيحضر كده كل طبعه كل نسخه ويطلع لنا بيها. اصل مش معقول نفس البدل نفس الجرافاتا نفس الصوت نفس الشكل. اتفضلوا الاثنين نسخه 24 ونسخه 22، العب يا بيه. وصندوق النقد الدولي عاوز كده بكل صراحه ووضوح، رغيف العيش يتباع ب 20 قرش، ب 20 قرش. ويقول لك لا انتوا يعني كفايه انه الرغيف بيكلفكم 80 او 90 قرش، بيعوه ب 20 قرش. طبعا المواطن المصري مش مستحمل ولا هيقدر يفي بحاجاته الضروريه، ورغيف العيش ده هو الاساس في مصر. كان دايما المظاهرات لما بتقوم يقول لك مظاهرات الخبز في 77، انا كنت فيها واتحبست 3 شهور وطلعنا مظاهرات في جنة وبنرفع شعارات الخبز بالاساس، وعارفين الغلابه وقد ايه بيتستروا برغيف العيش، وعارفين الطبقه المتوسطه تعبانه قد ايه. بس ايه البديل بقى؟ نخربها ونقعد على تلها زي ما العيال دي بتطلع وتقول لك الحق واه مش عارف ايه والدنيا خربت، ولا نستنى شويه ونتحمل شويه؟ ايه رايك عزيزي المواطن؟ النبي سيبك من الخجل والكلام اللي انت عايز تقوله ده، سيبك من الخجل، لا الراجل ده لا يخجل، الراجل ده بلاستيك، ده لا يخجل، ده تتك تحط عمله تتك على الزرار يقول لك اللي انت عايز تقوله بالظبط بالملي. انت عايز تقول ايه؟ حضرتك عايز ايه؟ عايز رفض؟ اوكي معاك الرفض. عايز قبول؟ معاك القبول. الاثنين مع وبنفس الحماس. المشكله بقى ان هو بكري هو اللي قال لك ان صندوق النقد عايز الدولار يبقى ب 30 جنيه وانه بيضغط علينا الرفع الدعم كامل، وده مش ممكن يحصل ابدا، عشان نكتشف بعد كده ان الجنيه ما بقاش ب 30، ده بقى ب 50 48 والدعم بيتشال. اتفضل. عايزين نمره واحد يبعدوا الجيش عن التنميه، نمره اثنين عايزين قال ايه مرونه في سعر الصرف عرض وطلب، يعني الدولار يوصل 30 جنيه مش مشكله، وعاوزين الغاء الدعم نهائيا، يعني عاوزين البلد تمضي الى الخراب بمعنى صحيح. دي 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 اهداف يا حلاوتك. طيب لما هي الخطه مقريه ليك كده من صندوق النقد وانت حافظها، ليه بقى تطلعوا تكذبوا وتقولوا ان الصندوق ملوش دعوه؟ والله يا راجل وزير التموين طلع قال اهو الصندوق ملوش علاقه بالموضوع، وزير التموين لا علاقه بين تحريك سعر رغيف الخبز ومراجعه بعث صندوق النقد المقبله، والله ما في علاقه، ملوش اي علاقه. وناس تانية تقول لك احنا رفعنا سعر الخبز استجابه لصندوق النقد. الاثنين بقى قدام بعض على طول يا بيه، انتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ علي المصلحي تعديل دعم رغيف الخبز ليس طلبا من صندوق النقد. السيد الصيفي عميد كليه الاعمال بالاسكندريه رفع سعر رغيف الخبز من 5 ل 20 قرش لارضاء صندوق النقد، والقرار يحتاج مزيد من الدراسه ونحن في غنى عن عواقبه. وقالها من 22 مصطفى بكري، الصندوق عايز واحد اثنين، عايز رفع الدعم، عايز رفع الرغيف ل 20 قرش. الرقم اللي حصل مصطفى بكري قالها من 2022، عايز الدولار يرفع ب 30 بقى 48،
وزي ما اشترط صندوق النقد، خطة رفع الدعم شغالة على قدم وساق مقابل إعطاء مبلغ زهيد للمواطن ما بين 600 إلى 700 جنيه لألف. لا ما تعملش أي حاجة خالص، أغلب الناس شايفة أنها اشتغالة ملهاش أي قيمة. اسمع وزير المالية بيقول إيه عن الدعم النقدي. في إطار مسألة الدعم وخلافه، أن يتحول الدعم الدولة من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي؟ الدعم النقدي هو اكثر فعاليه، الدعم النقدي اقل فساد، الدعم النقدي بيروح مباشره. يعني ما اجي اقول ايه، انا بطلع مثلا 600 جنيه او 700 جنيه او اي ما يكون الرقم للاسره دي في تكافل وكرامه، خلاص الرقم ده رايح، مش هيروح منقوص، مش هيروح حصل عليه اي نوع من الاساءه او ما الى ذلك. واخد بالك؟ غير الدعم العيني، الدعم العيني نقدر نقول واحنا واثقين وما بنخلفش الدور، لا في فاقد، وفي فاقد ممكن من 25 ل 35%. وبالتالي اذا بالتالي انا عندي برنامج ان انا، وطبعا المجتمع متشارك معانا في كل حاجة، ان احنا نتحول الى ان يكون الدعم النقدي افضل. وهكذا وصلنا لاروع الايام. الدولار اللي كانوا خايفين يوصل ل 30 بقى 48. رغيف العيش اللي كان صندوق النقد قال لهم يبقى 20 قرش قال لك لا وصل ل 20 قرش زي ما الصندوق عايز بالظبط. ومن وعود النظام لأروع الأيام الوطن ستأتي قريبا كان وعد مدبولي في 2021 لما قال إنه في 2023 هنكتفي تماما من البترول والوقود، ده احنا هنبقى متغرقين. اسمع يا بيه، إن شاء الله بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي بالكامل من المنتجات البترولية، لن نستورد بعد 2023 أي منتجات بترولية مصنعة، ستكون مصر قادرة بإذن الله على توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها. لن نستورد بعشرين 23، احنا في سنة 24. النهاردة وزير البترول طلع اعترف رسميا اننا بنستورد تلت احتياجاتنا عشان يمهد لك لزيادة جديدة للغاز. وسلم لي بقى على جون السيسي، بحلول 23 لن نستورد، لن نافية. طب اسمع وزير البترول بيقول ايه. احنا علشان نقول احنا فين من هذا الموضوع، نقدر نقول ان احنا النهارده بنقدر نقول ان انتاجنا المحلي بيكفي يمكن الثلثين، وبنضطر ان نستكمل احتياجاتنا بالاستيراد من الخارج بالثلث الثاني. وبالتالي يعني يا سياده الوزير انا عندي ثلثين انتاج، بس شيلها 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 قصواء شيلها. بتستورد حضرتك ثلث احتياجاتك؟ وزير البترول هزاز الراس، هو نفسه 2021 بحلول 23 هنكتفي تماما ولن نستورد كوباية بترول من أي حد. طالع وزير البترول رئيس الوزراء كان قال كده، وزير البترول طالع يقول بنستورد تلت احتياجاتنا في 24. طب فين الكلام ده؟ مصادر الحكومة تعتزم رفع رسوم نقد الغاز عبر الشبكة القومية بحد أقصى 25%. العب العب يا في سارة سيف الدين من مدى مصر، هيرفعوا نقل البترول من عبر الشبكة القومية نقل الغاز إلى 25%. وماذا يعني هذا؟ يعني حضرتك هيرفع سعر الغاز كله بقى اللي جاي. ما هو تفتكر إنه يعمل ده يعني للوطن؟ ومن وعود النظام لأروع أيام الوطن ستأتي قريبا كان وعد السيسي بالكهرباء. وصلنا النهاردة لمرحلة التفاوض، نقطعها ولا نغليها؟ ده اللي قاله السيسي. قلت الوزير البترول لو ما حلناش أزمة الكهرباء خلال سنة البلد هتخرب. اسمع يا بيه، والكلام ده انا قلت الوزير الكهرباء في 2000، انا توليت المسؤولية في 2014. قلت له انت متصور انك انت السنة الجاية الكهرباء دي ما تتحلش اللي بقى لها 7 سنين؟ لو ما تحلتش البلد دي هتخرب وتضيع، البلد مصر هتخرب وتضيع. فقال لي ازاي؟ قلت له اسمع الكلام، لازم مشكلة الكهرباء تتحل خلال سنة، والانقطاع اللي بقى له 7 سنين ده ينتهي السنة الجاية، واشتغلنا على كده. قال لي ازاي؟ قلت له اسمع الكلام كده وهو سكت عادي. قلت له البلد هتخرب. قال لي ازاي؟ قلت له اسمع الكلام اسمع الكلام. الكلام ده كان في فبراير كام؟ 23. لما جينا بقى ال 24 قال لك نغلي الكهرباء ولا نقطعها، فواتير نار ولا نقطع التيار. ده في 24، نسخة 24. ما تقولوا ليه الكهرباء ما بتتعملش؟ ما تقولوا ليه؟ لو انا خدت ثمن الكهرباء الحقيقيه هضاعف ثمنها مرتين. طب الغلبان هيروح مني فين؟ اقطع الكهرباء ولا اغليها؟ اغليها قد ايه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع 2 و3. ممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعه؟ طبعا محطات موجوده ونستطيع، لكن النهارده الدكتور شاكر عشان ياخد الوقود اللازم ليها لازم يدفع فاتورته،
ده حتى ايه بعد دعم وزاره الماليه ليه ولا انا مش واخد بالي يا دكتور مايت كمان. طب ما هيجيب منين إيه؟ فيضطر ان هو حجم الوقود اللي بيجي له على قد يعني مع الدعم اللي بيجي له تمشي كده. طب ممكن يشغلها 24 ساعه؟ ايوه و48 ساعه كمان. بس بكام؟ النبي يخرب بيت الحديده. الراجل من قلت الوزير ما تحطهم جنب بعض يا ميزو برضو الفيديوين دي الحلوين جنب بعض. في فبراير 23 قلت الوزير الكهرباء لو الكهرباء هتفضل تقطع كده البلد هتخرب. ازاي؟ قلت له اسمع الكلام. في 24 على طول تقطع التيار ولا الفواتير النار؟ الاثنين واحد نفس النسخ. ولسه البهايم بتمشي، لسه السلاحف شغاله، وكانها على راي جون جرين في روايه اسمها سلاحف الى ما لا نهايه. والله في روايه اسمها كده لواحد اسمه جون جرين، سلاحف الى ما لا نهايه. الراجل لو عمل فيها اي حاجه هي موافقه. اتفضل يا بيه. نسخه 23 من السيسي خاصه بالكهرباء اللي هي بتاعه الكهرباء لو هتفضل تقطع البلد هتخرب، لنسخه 24 للسيسي برضو انه نقطع التيار ولا تفواتير النار. اتفضل النسختين. والكلام ده انا قلت لوزير الكهرباء في 2000، انا توليت المسؤوليه في 2014. قلت له انت متصور انك انت السنه الجايه الكهرباء دي ما تتحلش اللي بقى لها 7 سنين؟ لو ما اتحلتش البلد دي هتخرب وتضيع، البلد مصر هتخرب وتضيع. فقال لي ازاي؟ قلت له اسمع الكلام، لازم مشكله الكهرباء تتحل خلال سنه، والانقطاع اللي بقى له 7 سنين ده ينتهي السنه الجايه، واشتغلنا على كده. ما تقولوا ليه الكهرباء ما بتتعملش؟ ما تقولوا ليه؟ لو انا خدت ثمن الكهرباء الحقيقيه هضاعف ثمنها مرتين. طب الغلبان هيروح مني فين؟ اقطع الكهرباء ولا اغليها؟ اغليها قد ايه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع 2 و3. ممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعه؟ طبعا محطات موجوده ونستطيع. لكن النهارده الدكتور شاكر عشان ياخد الوقود اللازم ليها لازم يدفع فاتورته. ده حتى ايه بعد دعم وزاره الماليه ليه ولا انا مش واخد بالي يا دكتور مايت كمان. طب ما هيجيب منين إيه؟ فيضطر ان هو حجم الوقود اللي بيجي له على قد يعني مع الدعم اللي بيجي له تمشي كده. طب ممكن يشغلها 24 ساعه؟ ايوه و48 ساعه كمان. بس بكام؟ اشرب يا شعب. وعشان نكتشف بعد كده اننا هنقطعها ونغليها، ومش هي لوحدها، ده الغاز والبنزين والسكر وغيرها من ايام الوطن الرائعه. احنا بص يا حضرات عشان ما تطولش عليك، عملنا لك جراف كده عن اروع ايام الوطن القادم الذي اتى بعد 10 سنين او بعد 6 سنين. العب يا بيه. اروع ايام الوطن رفع اسعار الدواء من 25 ل 250%. تم. تشك. رفع اسعار الفراخ والرز والفول والزيت والسكر والبيض والدواجن والجبنه واللبن. تشك. رفع اسعار البنزين يوليو القادم جاي. تحريك اسعار الكهرباء 20% يوليو القادم. تحريك اسعار البنزين يوليو القادم. تحريك اسعار الغاز 25% يوليو القادم. تحريك اسعار سكر التموين قريبا. الغاء الدعم العيني بالكامل والتحول للدعم النقدي زي ما عايز الصندوق قريبا. واخيرا وصلنا لبشرى خير، اروع ايام الوطن اللي جايه باستمرار حكومه هزاز الراس، رئيس حكومة السمع والطاعة وآمين، وأنا الخادم بين يدي مولاي، وتؤمر يا فندم وأحلام سعادتك أوامر، وأقعد أهز في راسي عشان أقبض كويس عشان تستمر أروع أيام الخراب والدمار. حضرات السادة، النهاردة طالعين يزفوا خبر بيقول لك الرئاسة المصرية السيسي يقبل استقالة الحكومة ويكلف الحكومة برضو بتشكيل نفس الحكومة الجديدة. والله يعني شالوا ألدو وجابوا شاهين، ألدو قال ما انتوش لاعبين، هي هي. يعني هو أقال حكومة هزاز الراس وجابوا، قال له على فكرة قدم استقالتك، على فكرة أنا كلفتك بالحكومة. يعني شغل 3 ورقات. الأستاذ بهي الدين الخولي قال ده تبديد وقت في بلد بتنهار يا حضرات. تبديد وقت ثمين في دولة تنهار. المشكلة ليست في مصطفى مدبولي أو وزرائه الحاليين أو الجداد. الخلاصة يا حضرات، أروع أيام الوطن لن تأتي قريبا، لأني هفكرك تاني بالفيديو بتاع فبراير سوري كان يونيو 2018. هو النص قال أني أقول لكم بلسان صدق مبين كذب. استخرج من الفيديو السابق عزيز الطالب كلمة واحدة صادقة قالها السيسي في القصة دي،
إلى الناس اللي لسه نايمين في الذرة وفي العسل وفي مية الليفت. الراجل قالها صح، هي دي أصدق كلمة، بأنني عازم. مفيش حد في الدنيا يا حضرات في مجمع علمي أو في السياسة أو في منتخب كرة قدم أو في منتخب بينج بونج أو أي حد، أنا شخصيا مثال، أنا بدون فريق إعداد لا شيء، ناقص حاجات كتير قوي. أنا بدون فريق التنفيذ اللي جوه ده مش عارف أطلع. ربنا خلقنا مجموعة. لما الدكتور زويل سألوه على نوبل، أهدى نوبل لفريقه اللي اشتغل معاه. الدكتور زويل أهدى نوبل دي أو شكر في كلمة رسمية فريقه اللي اشتغل معاه. الراجل طالع يقول لكم في 2018 بأنني عازم. تعرف إن ده مرض نفسي وشيزوفرينيا رسمي، وأنه رجل مصاب بمرض عضال صعب يتعالج منه. مفيش حد في الدنيا حضرات شغال لوحده، ولا يستطيع حد انه ينجح لوحده. مدرب المنتخب او مدرب اي فريق كرة قدم لو معهوش لعيبة كويسة هيفشل، لو معهوش طاقم طبي وطاقم اداري كويس مش هيفشل، لو مفيش ادارة في النادي كويسة هيفشل. اي حد في الدنيا شغال في اي حتة في العالم لو معهوش فريق حواليه وده بيساعد وده بيعمل وكلها عناصر كفء هيفشل. مفيش حد يطلع يقول لك انا، حتى القائد العظيم زي نابليون بونابرت، زي اي حد، زي الاسكندر. التاريخ بيقول لنا الاسكندر كان معاه مجموعه من القواد العظام جدا، عباقره عسكريه، لكن هو لوحده لو طلع هيتضرب عادي جدا. لو طلع الاخ الاسكندر الاكبر ده او الاسكندر المقدوني ده، لو طلع اي عمليه عسكريه لوحده من غير زمايله اللي حواليه والقاده اللي كانوا واقفين معاه اللي منهم بطليموس جد البت كليوباترا ده، كان هيفشل وهيتهزم. لكن هي إدارة البلد دي بتدار بدماغ الراجل ده، والراجل ده قالها في 18 إنني عازم. من فضلك يا حضرات أستاذ ميزو سمعها تاني للبهايم اللي مش عايزة تقتنع إن لا حكومة ولا مصطفى مدبولي ولا جيش ولا شرطة ولا قضاء ولا إعلام حاجة بيشتغل. الراجل شغال من دماغه يا حضرات، إلعب كده. عازم على استكمال المسيرة متجردا من أي هوى إلا هوى الوطن، لا أخشى سوى الله جل في علاه، ومتيقنا بأنني عازم. وبعدين أقول لكم بلسان الصدق المبين بأنني عازم على استكمال المسيرة، عازم على استكمال المسيرة متجردا من أي هوى إلا هوى الوطن. بس خلصت يا معلم، قضي الأمر. الراجل لا في حكومة ولا في مؤسسات دولة ولا في شعب ولا في جيش ولا في أي حاجة، بأنني عازم. ولا حتى طلب هنا ان كنتوا تساعدوه، ولا طلب من المؤسسه انها تساعده. الراجل شغال بدماغه. اقول لكم بلسان الصدق المبين بانني عازم على استكمال المسيره. عرفت بقى ان القصه مش تغيير وزاره. هذا رجل مريض، رجل شايف نفسه هو بس، هو اللي شغال بس. عشان كده بقول لك الخلاصه، اروع ايام الوطن لن تاتي قريبا، بل انها لن تاتي ابدا طول ما واحد مريض بكل الامراض النفسيه اللي في الدنيا موجود ومكمل، وطول ما الشعب ساكت وقانع وبيستحمل وبيتاقلم، وطول ما مدبولي ومصطفى بكري والجوء الفاسده دي بترقص في اي فرح وعلى اي جثه. بعد كل المعطيات او المقدمات دي، اروع ايام الوطن مش هتشوفوها. انا اسف بس دي رياضه ولازم نحترمها. أشوفك بعد الفاصل بقى والحكومة الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الحلقة النهاردة وبعد طول انتظار ولمدة شهرين بالتمام والكمال، من ساعة ما السيسي أقسم اليمين الدستورية للولاية الثالثة في 2 إبريل اللي فات، افتكر النهاردة على غفلة انه يشكل حكومة جديدة، مع اني المفروض كان يشكل حكومة جديدة ثم تتبعها حركة محافظين جديدة، وانه لازم ده يحصل بعد ما يتولى الراجل. لكن الراجل، انت الدستور بيقول كده او الدستور عايز كده او لا، احنا ما عندنا دستور جديد. المفاجأة بقى ان مفيش حكومة جديدة حاجة خالص، لان اللي هيشكل الحكومة هو دلدول السيسي الهزاز،
قصدي هزاز الديل هزاز الراس مصطفى مدبولي. ودي صورة السيسي وهو بيستقبل اهو. شايف انت الكلوب الجميل ده تحطه على التابلو بتاع العربية. انا قلت الكلام ده زمان زمان، قلت لكم مصطفى مدبولي شبه الكلب تحطه على العربية كده ويقعد يهز. انا عارف الناس بتحطه ليه، يعني انت بتشتغل نفسك تبقى ماشي طول الوقت عمال يعمل كده، انت عايز تعمل ايه يعني؟ بيبقى نفسي افهم ايه وجهة نظر الناس اللي بتعمل في نفسها كده، كلب طول الوقت بيعمل كده اهو. المهم ما علينا، ادي صورة السيسي لما بيستقبل سيما بلولي واللي زي ما هنشوف كده متفاجئ يا عيني ومكسوف وحاطط عينه في الارض جاي يخطب. انا يا عمي والله يعني يكون لي الشرف لو انا يعني اطلب ايد حكومة حضرتك. والله يا ابني والله يعني الواحد مش عارف يقول لك ايه، اللي فيه الخير يعمله ربنا. لكن البنت الحكومة الحقيقة انت تعرف انها اتجوزت قبل كده 48 مرة. والله عارف يا عمي، بس يعني انا بحبها اعمل ايه؟ اه طبعا. وانت عارف انها ماشية على حل شعرها؟ اه طبعا يا عم عارف، عارف كويس قوي. طب يا ابني يعني عندك ايه؟ ما عنديش حاجة اعملها يا عمي خالص. ما عندكش اي مهارات؟ لا خالص يا عمي ولا اي حاجة، انا ملط فعلا ده ونعم الرجالة فعلا. هداك عندك ايه؟ طب يعني هتعمل ايه؟ مالك؟ والله اللي انت عايزه يا عمي، انا عن نفسي هسيب لك البيت والشقه وكل حاجه ومراتي وانت بقى بحر بقى. فشوف بيقابله ازاي. والنبي توريني الصوره بتاع الخطوبه كده. الصوره دي حضرات بتاع الخطوبه دي كان لازم نسمع فيها زغروطه حلوه ونسمع اغنيه زغروطه حلوه رنت في بيتنا. انا عايز اعرف هو انت حلق فين عبد الفتاح؟ لا لا اديني الصوره الاولانيه، الصوره الاولانيه انت حالق فين بجد والله؟ انت ايه مش تنضف خالص؟ وايه دواليب الحيطه اللي وراك دي؟ ايه بقى يعني ايه دواليب الحيطه اللي وراك؟ واللون ولون البتاع حاجه تانية. وايه ايه بقى يا فتاح؟ وبعدين الزرع يا عيني طلع ان الخلفيه مش هيبقى فيها زرع، فحطوا الزرع قدام الباب. اي زرعتين يطلعوا خلاص نطلع نخله هنا بجد والله. يعني ايه ايه علاقه الزرع بالباب اللي ورا ده؟ ده في وش الباب. وبعدين الباب مش نظيف يا عبد الفتاح، شايف في حاجات على الباب مش نظيفه، واضح ان العيال بتحك ضهرها كتير في الباب. العيال الصغيره بتعمل عمايل سودا، بتمس عمايل سودا. ياما بوظوا موبيليا، ياما بوظوا لنا الموبيليا بتاعتنا والله العظيم حاجه تقرف. اه طيب ماشي. السيسي كمان كتب تغريده على فكره. لحظه، لا لا لحظه، هات الصوره. الورقه اللي انت شايفها دي اللي عليها ختم النسر دي بالذهبي، ده التكليف الجديد بتاع الحكومه زي ما انت شايف كده. والباسكت باين يا عبد الفتاح، الباسكت تحت البتاع على طول تحت الترابيزه دي، الترابيزه المذهب، الباسكت تحتها. وايه اللي مقعدكوا ورا الباب كده؟ افرض حد دخل شايل صينيه شربات ولا حاجه، هيقلبها في قفاك. ايه ايه القعده دي؟ طب ما تقعد الناحيه الثانيه. ليه الخلفيه؟ عشان العالم يعني؟ ايه يا جماعه الناس دي؟ ومطقمين مع بعض ولا ايه؟ ازرق في ازرق، نهاركوا ازرق. ماشي. السيسي كمان كتب تغريدة على حسابه الرسمي على منصة اكس اعلن فيها تكليف مدبولي وقال يلا العب كده. قال ايه؟ كلفت اليوم الدكتور ايه الصياغة الزبالة دي بقى؟ كلفت؟ حد يبدأ الجملة كده؟ كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة. مين اللي كتب لك الكلام ده يا فتاح؟ حتى الرئاسة ما فيهاش حد بيكتب صياغة كويس. خدوا زميلنا اللي عندنا في الاعداد بيكتب كويس، هو مسؤول عن الصياغات والله. انما كلفت اليوم زي كده، جبت سمكري صلح العربيه، جبت واحد صلح السخان، كلفت اليوم. النبي يخرب بيتك حتى كل حاجه. المهم السؤال معلش، هو على اي اساس التغيير الوزاري ده؟ طيب نيجي كده نشوف. ما احنا ما نعرفش على فكره عشان ما حدش يقول لنا بقى، انما الماده 146 ولا الماده 147 ولا الماده ايه؟ ادي الاطر القانونيه الدستوريه بتقول لتغيير الحكومه الماده 146 لرئيس الجمهوريه الحق في تعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومه بموافقه مجلس النواب. كمان الماده 147 بتقول بالنص كده لرئيس الجمهوريه انه الحقيقه يعمل اي حاجه اي حاجه. الحق في اجراء، ايوه بيتفضل، في اجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء وبموافقه مجلس النواب.
المادة 161 بتقول إذا طلب رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة ويجب عليه تقديم طلب لمجلس النواب ويلزم موافقة أغلبية الأعضاء. السؤال فأين البرلمان؟ هو سؤال يعني عشان ما نهبتش. خلونا نستضيف حد فهينا بسرعة الموضوع شكله إيه. بصراحة أنا ما هبتش. معايا الأستاذ محمود أبو العنين المحامي بالنقد والإدارية العليا. أستاذ محمود أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ محمد الله يكرمك. الله يحفظك. كل عام وحضرتك بخير. أستاذ محمود أنا بسألك كواحد عادي ليس لي علاقة بالقانون، تحت أي بند من السطور تتم إجراءات تغيير الحكومة؟ والناس بتسأل أين المواد 146 واللي بعدها يعني، وهل ما جرى اليوم يخضع لأي مادة في دول؟ هو يعني نتكلم في حدود النصوص الموجودة واللي هم بيستندوا عليها واللي بالدستور اللي هم حطوه وضعوه بأنفسهم لأنفسهم، وأيا كانت ملاحظتنا أو تحفظاتنا على الدستور وظروفه وهذا، إلا أننا أمام نصوص نتكلم عن مفهوم الصريح لهذه النصوص. النص الأول المادة 146 اللي هي بتعطي الحق لرئيس الجمهورية في تعيين ابتداء له أن يعين رئيس الوزراء وله أيضا أن يشكل الحكومة. أما المادة اللي بعدها 147 فتتكلم عن إجراء، تتحدث عن إجراء تعديل وزاري. التعديل هنا بيتم بالتشاور مع رئيس الوزراء. هنركن موضوع موافقة مجلس النواب دلوقتي لأن هي يعني مش ليست شرط في النصين السابقين دول، وإنما في النص الثالث المادة 161 أن رئيس الجمهورية ايوه استاذ محمود فقدنا الاستاذ محمود، لكن على امل ان احنا نرجع له تاني لان ضروري. اهو رجع. اتفضل استاذ محمود تاني معلش. الماده 147 انسى مجلس النواب، ماده نترك موافقه مجلس النواب في النصين السابقين 146 و147 لانه قال سواء التعيين ابتداء أو إجراء التعديل، بيقول أن ده حق مطلق لرئيس الجمهورية، وبيقول أن موافقة مجلس النواب والواو لا يعني اشتراط موافقة مجلس النواب، إنما والله هو هيختر مجلس النواب وافقوش موافقوش. إنما الأنكى المادة الأخيرة المادة 161 التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية أن يعفي الحكومة، فإذا أراد إعفاء الحكومة إعفاء أو إقالة الحكومة أو قبول استقالة الحكومة وأراد أن يعين حكومة ورئيس حكومة جديد فيلزم أن يتقدم بطلب لمجلس النواب وأن يوافق أغلبية أعضاء مجلس النواب أي 50+1. هذه النصوص الثلاثة اللي موجودة في الدستور واللي بتتكلم عن تغيير الحكومة. نحن الآن لسنا بصدد تغيير حكومة ولا بصدد تعيين رئيس وزراء جديد ولا إجراء تعديل، وإنما بصدد تشكيل حكومة جديدة بعد ولاية رئاسية جديدة، وهنا ينطبق نص المادة 161 والذي يوجب على رئيس الجمهورية أن يتقدم بطلب لمجلس النواب ولا بد أن يوافق مجلس النواب على هذا الطلب المقدم من رئيس الجمهورية. طب معلش يعني أنا قلت الكلام ده لزمايلي في الإعداد، حتى أنا بعت الواحد فيهم بقول له سمعت عشان بس يبقى سمع يعني، لأن أنا كنت رأيي مع زي رأي حضرتك كده أنه كان يجب العودة إلى مجلس النواب لأخذ الموافقة على هذا الإجراء، لكن زميلي في الإعداد قال لي لا لا لا، أصل دي استقالة وليست إعفاء أو إقالة. ما هو ردك يا أستاذ محمود؟ لا هو لو أن هذا لو أن تغيير الحكومة أثناء الولاية رئاسته يبقى نتكلم عن تعيين أو عن تعديل،
ولكننا بصدد تشكيل حكومة جديدة في ولاية جديدة لرئاسة الجمهورية، وهنا لابد أن تتوافر شروط المنصوص عليها في المادة 161، لأننا هنا بصدد هي ولاية جديدة، كما لو أنه هو أو غيره، يعني ربما يكون من فاز في رئاسة الجمهورية شخص آخر وليس عبد الفتاح السيسي، شخص آخر، فكان يجب عليه لكي يعفي الحكومة ويتقدم بطلب لتشكيل حكومة جديدة ويحصل على موافقة مجلس النواب بالأغلبية اللي هي يعني أستاذ محمود زائد. إحنا دلوقتي تبقى للدستور في ولاية جديدة لرئيس أي. جديد مفترض يعني بالضبط، وبالتالي أي. الدستور بينص على أنه عقب توليه وأداء اليمين الحكومة تمشي وتأتي حكومة جديدة، وعلى هذا الأساس رئيس الجمهورية الجديد بيتشاور مع رئيس الوزراء الجديد ويقدمه للمجلس النواب، صح كده؟ ولا من الأول يتشاور؟ لا، هو بيقدم طلب له أن يعفي الحكومة ويقدم بطلب لمجلس النواب، يعني بغض النظر عن أن يتشاور مع رئيس الوزراء أو لا يتشاور معه، ولكن طلب الرئيس الجديد تعيين حكومة جديدة لابد أن يقدم إلى مجلس النواب ويحصل على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب بإجراءات قانونية نزيهة وسليمة، والكلام إيه الذي يعني نفتقده في كثير من الأمور هذه الأيام. ده الرأي القانوني يا أستاذ محمود، وعلى مسؤوليتك الشخصية. هذا الرأي القانوني، أنا محامي أكثر من 45 سنة يا فندم، أنا عارف والله، بس أنا ما أقدرش أتحمل رأي زي ده، يطلع حد يقول لك أصل محمد ما يفهمش في القانون، إيه اللي دخلك في القانون؟ أنا عشان كده بكلم محامي خبير زي حضرتك، وحضرتك برضو خبير يا أستاذ محمد، حتى وإن كنت تركز على الجوانب السياسية إلا أن وضوح النص يعني أننا يعني في مخالفة لنص دستوري أيضا، وليست مخالفة ذات طابع سياسي فقط، ويعني لا أريد أن أفصل في الكلام أكثر من التعليق على هذه الجزئية فقط. وأنا بحترم حضرتك جدا وبحترم رأي حضرتك جدا، الأستاذ محمود أبو العينين المحامي بالنقد والإدارية العليا، كل الشكر والتقدير لحضرتك. شكرا يا أستاذ محمد، وإحنا سعداء لأنك وحشنا من زمان. ربنا يخليك يا أستاذ محمود، تحياتي لحضرتك. إذن طبقا لرأي الأستاذ محمود أبو العينين محامي بالنقد والإدارية العليا، هذا الإجراء اللي تم النهاردة ده مخالف للمادة 161 من الدستور، وأنه كان يجب على السيسي أنه يقدم الأمر إلى مجلس النواب وياخد موافقة 50+1 ثم يبدأ في تشكيل حكومته. ده رأي قانوني. أنا قلت الكلام ده لزمايلي في الإعداد، قعدوا قالوا لي لا، وقالوا لي لا، حتى بمشاهد ولا شاهدين، بس هتعمل وتقول الناس بتحب، أنتم تحبون الغرباء. على أي حال حضرات السادة، أنا لفت نظري خطاب التكليف المنشور على صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. أدي رئاسة الجمهورية هي، يعني حاجة جميلة هو، حاجة عظيمة جدا، وقال له مجموعة حاجات كده، خطاب التكليف حدد له 8 مهام زي ما نشروا على صفحات الجرائد والمجلات، قال له بالتالي، قال له بالضبط كده، وريني كده، لا هات لي بقى اختصار القصة دي، الرغي كتير ده، في جراف كده في 8 مهام اللي بيقول له فيهم انك انت تعمل على تحديات الامن القومي. يا سلام، الحفاظ على محددات الامن القومي، يعني هو قال لرئيس الوزراء خلي بالكم تحافظوا على، وهو مش هيعمل حاجة السيسي، مش هيعمل، السيسي بيبيع رأس الحكمة ويبيع رأس جميلة ويبيع خطوط البترول ويبيع كل حاجة في الدنيا ويبيع النيل، ويجي يقول له مصطفى مدبولي هزاز الرأس حافظ على الأمن القومي، وبعدين وضع ملف بناء الإنسان المصري على قائمة الأولويات خاصة في مجال الصحة. صحة الرغيب بقى بعشرين قرش، اللي هو أكل الغلابة بقى بعشرين قرش، أي صحة بتكلم عنها، الدواء زاد، مفيش حاجة حاصلة، يعني صحة إيه اللي بتكلم عنها؟ ازاي الصحة ممكن، لكن صحة ايه اللي هتكلمني عنها؟
وبعدين يقول له مواصلة تطوير جهود تطوير المشاركة السياسية. ده بأمارة إيه؟ أنا في واحد عايز أسأل عنه يا جماعة. أنا واحد عني ليه كده افتكرته، والراجل ده مختفي بقاله مدة، السيد محمد أنور السادات. موجود الأستاذ محمد أنور السادات؟ موجود. كان له فيديوهات كتيرة ومشاركات كتيرة فترة طويلة كده، وكان نشط جدا ساعة أحمد طنطاوي أو قبل مسرحية الانتخابات الرئاسية، ثم لم أسمع عنه شيء خالص. موجود الأستاذ أحمد محمد أنور السادات؟ أنا ما بسمعش عنه خالص. قد يكون في حاجة، بس أنا يعني طمنون عليه. يقول لك تطوير جهود المشاركة السياسية، ده أنت بتبوضه على بيرفع علم فلسطين، وبعدين تشجيع نمو القطاع الخاص، والله العظيم بأمارة صفوان ثابت وابنه لما خدتهم بهدلتهم عشان تاخدوا الشركة، لما تفوضتوا معاه وهددتوه عشان تاخدوا الشركة منه والراجل رفض وابنه رفض وتبهدله وتحبسه انفرادي ومراته ماتت قهرا وحزنا عليه، ده تشجيع النمو الاقتصاد الخاص ولا بأمارة الجيش اللي بيستولي على كل شيء في البلد؟ اي اماره يعني؟ دون اماره. وبعدين ملفات الامن والاستقرار ومكافحه الارهاب، يا راجل بجد فعلا؟ تصدق انا يعني الارهاب ده انت ده انت اللي عامل الارهاب يا فتاح، ده انت الارهابي رقم واحد. وبعدين تطوير ملفات الثقافه والوعي الوطني والخطاب الديني، حضرتك هتدي المصطفى مدبولي يجدد الخطاب الديني؟ ده اذا كان مصطفى بيعرف يتوضى بالظبط يبقى برافو عليه. والله مصطفى مدبولي هيجدد الخطاب الديني ما شاء الله. مواصلة المسار الإصلاح الاقتصادي اللي هو فين؟ الجنيه بقى ب 48، الدولار بقى ب 48 جنيه، اللي هو فين مسار الإصلاح الاقتصادي؟ الديون بيقول لك مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار وتضخم وضبط الأسواق. أدي يا حضرات اللي قدام حضرتك دي الثمان مهام اللي سيسي كلف مدبولي اللي كان موجود يعملهم. مدبولي كان موجود والدولار عمال يرفع، مدبولي كان موجود لما اتباعت راس الحكمه وبتتباع راس جميله، مدبولي كان موجود لما اتباعت شركات الادويه والشركات المصريه، مدبولي هو اللي عمل ده. هو بقى مطلوب منه في الاداره الجديده انه يكمل. ده كلام يا حضرات، ده كلام مسخره مسخره. مصادر مطلعه تجديد الثقه في الدكتور مصطفى مدبولي، ده اللي قاله او المصادر المطلعه، تجديد الثقه في لدوره في مواجهه التحديات. ده بأماره ايه بقى يعني؟ وطلع اعلام سامسونج يهلل بقى ويقول لك اوبا ده احنا بقى العب يا بيه دكتور. شوف البصه، بصه متحرش والله، والتحرش. شايف البصه؟ الثروة الحقيقية لدى مصر هي المواطنون، وهدف وشعار الجمهورية الجديدة هو بناء الإنسان، وهدف الحكومة دائما كان تحقيقه. مؤكد أن الدكتور مصطفى مدبولي تولى الفترة الأصعب من 18 حتى الآن، وكانت بها تحديات أمام الدولة بالإضافة للأعباء التي كانت على الدولة المصرية. سيبك من الهكس ده كله، أنا أقول لك إيه. بص مصطفى بكري، الحكومة الحالية تم تكلفة تسهيل الأعمال لحين تقديم التشكيل الجديد باسم مصطفى مدبولي برضه، وسيدعى مجلس النواب في جلسه طارئه لعرض التشكيل وتقديم برنامج الحكومه وفق الماده 146 والماده 161، مش مهم، مش قضيتنا. احمد موسى، ماذا يعني قبول السيسي استقاله حكومه وتكليفه؟ اولا يثق في الدكتور مصطفى مدبولي وما يبذله شخصيا من جهد ومتابعه. نحن امام حكومه جديده جدا، لانج حكومه، احنا اتخضينا، وليس تعدينا وزاريا محدودا. لدينا حقائب جديده في المجموعه الاقتصاديه. لديكم انتم مين يا احمد؟ انت مين يا احمد؟ انت بتتكلم كانك متحدث باسم الحكومه. سيبك من العكس ده كله، انا اقول لك ايه سر تمسك السيسي بمدبولي لغايه دلوقتي رغم انه فشل في كل الملفات خلال 6 سنين. عارفين السيسي ماسك مدبولي بايده واسنانه ليه؟ عشان مش هيلاقي حد مطيع ومهاود. وانت فكرك ان في واحد محترم بيحترم نفسه بيحترم ذاته بيحترم علمه يقبل يشتغل مع واحد زي ده؟ مستحيل مستحيل. مدبولي السيسي حاطه تحت باطه، ولا يهش ولا بينش. مدبولي تقدر تقول عليه عروسه كده قش، لعبه في ايد السيسي، حركه زي ما هو عايز، يدوس على بطنه يسقف،
يدوس على ظهره يسقف، يضربه على قفاه يسقف، هز هز هز. تعالى معايا كده شوف اللقطات دي عن مدبولي والسيسي كل بمناسبة، شوف بقى ازاي ما يقدرش يقول بم ولا يطلع نفس غير انه يهز راسه بس. اتفضل يا بيه. انت جبتك بقى الفلوس مش كده؟ مش كده يا دكتور؟ طيب يعني وتحولت لك الفلوس خلاص؟ انا عايز اقول لكم على حاجه ما رضيتش اقول للدكتور مصطفى، وقف محور المحموديه ووري الناس كان شكله عامل ازاي، اقول كلمه صعبه وكانت الناس راضيه وساكته. قد ايه واصله للناس الجهد ده؟ واصل للناس لان هو جهد اولا منظم جدا جدا وجهد مخلص جدا، وعشان كده بقول للدكتور مصطفى انت لازم تشوفه وسيله اخرى تضيف ل الصندوق اكتر من كده، سواء كان من تبرعات الناس او من موارد ممكن نحشدها، عشان هو في دور كبير قوي الحقيقه. الدكتور مصطفى كنا بنتكلم على حجم المساكن المطلوبه عشان نعملها، فبقول يا دكتور مصطفى احنا محتاجين كام؟ ده مصطفى مدبولي، هز دماغك، هز هز دماغك والله العظيم. من زمان بنقول الكلام ده، ده عامل زي الكلب على العربيه، وده اللي قاله الاستاذ تامر شيرين شوقي. بص بص الهز، بص الهز، ادفع يدفع، ادبح يا ذكي قدر يدبح ذكي قدر، اسلخ يا ذكي قدر يسلخ ذكي قدر. وده اللي قاله الاستاذ تامر شيرين شوقي لما قال، صرح مصدر تخين المستوى ان ده قرار اعاده تكليف هز دماغك هز بتشكيل وزاره المارونيت الجديده لشبه دوله الفساد والاستبداد والخيانه والغباء، اختيار صادف اهله. يا امه سخرت من جهلها الأمم. ده غير حتى النشطاء على السوشيال ميديا وعلى صفحة السيسي نفسه. بص محمود جمال قالك مصطفى مدبولي والده هو اللواء كمال مدبولي، وكمال مدبولي زامل المشير محمد حسين طنطاوي في فترة الدراسة بالكلية الحربية، وشغل كمال مدبولي منصب قائد سلاح المدفعية سابقا، ومن أقارب مصطفى مدبولي اللي هو فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية الأسبق ومدير المخابرات العامة الأسبق. ده اللي كتبه الأستاذ محمود جمال عن مصطفى مدبولي. النشطاء كتير على السوشيال وعلى صفحة السيسي نفسه احتفلوا بمصطفى مدبولي احتفال يليق به. طلعت الديب، وما فيش إلا الدكتور مصطفى مدبولي، خلاص مدبولي ما عندوش حاجة يقدمها تاني، وجوده هيخلي الحال لأسوأ. حد تاني قال لك مدبولي تاني، مصر ما عادش فيها حد تاني، عايزين ناس تفكر خارج الصندوق مش جيب الشعب، بقالنا 50 سنة نفس الفكر. هو مصطفى مدبولي معانا في المقرر، ما ينفعش نشوف حد غيره ولا هو عيب ولا ايه؟ رئيس الوزراء نفسه لازم يتغير، اختياراته وتوقيتاته في القرار خاطئه، دول سيسويه، دول خلي بالك دول سيسويه. الدكتور يا ريت نغير مصطفى نشوف اكفأ منه يا ريس، شوف دول سيسويه. الدكتور مصطفى مدبولي مش اهل لهذا المكان اصلا، لو كان بايده التغيير كان غير من زمان، لكن للاسف عمل اللي عليه ووصل البلد لطريق مظلم، دول سيسويه. طب بذمتكم كشعب المشكله في مدبولي الهزاز ام في الوزراء؟ المشكله فين تقريبا من 11 سنه؟ المشكله كده هتستمر يا جماعه، مش عشان مدبولي ولا عشان الوزراء، انتم كلكم 110 مليون عارفين المشكله فين. احسنت يا هند، احسنتي يا هند. استخاله مصطفى مدبولي تكليف مصطفى مدبولي. الدكتور مصطفى مدبولي هو نازل يجيب كفاءات متميزه، الناس اشتغلت احتفلت بيه. الحكومة استقالت فنجيب رئيس الحكومة يشكل حكومة جديدة. هي شكليات بس يا جماعة. في مشاكل في الدولة أعمل إيه؟ اقفل مدبولي افتحه تاني. إذا كان مدبولي نفسه مش ذو كفاءة ولا خبرة وأثبت فشله في إدارة البلاد وتنمية مواردها. رئيس حكومة فاشل مجتمعيا بكل المقاييس في ضبط الأسعار، الرقابة على الأسواق، الرقابة على الفساد والفاسدين. بلا وكسة مصطفى مدبولي تاني، بس عندك حق، هتلاقي فين حد يهز راسه ويقول أمين ورا كلامك غيره؟ يلا بالشفا. كده كده خربانه، احسنت يا هدى. نشوف الكوميكس، يلا يا معلم نشوف الكوميكس. مصطفى مدبولي قدم استقالته، حلو، والسيسي يكلفه تشكيل الجو، يا نهار اسود. الناس اشتغلت، الناس النهارده فتاح عارفه، وطبعا البرلمان هيوافق، مش هيقدر يرفض. حضرات الساده، انا عايز اقول لكم الوزارات في مصر من عهد العسكر، صدقوني خدها مني ثقة، من بداية عبد الناصر لحد النهاردة طراطير بس، عشان ما تتعبش نفسك، عشان ما تكلفش خاطرك وتفكر.
كل وزارات العسكر سكرتارية، في أحسن الاصطلاحات يعني سكرتارية. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. وكل واحد من دول فوقيه أمن دولة، أمن وطني، شغال بالحاجات دي بالتقارير دي فقط لا غير. وكم الفساد الذي حدث على يد العسكر من 52 لحد النهاردة، يعني ما تكفهوش نهر دجلة والفرات كتب. وبعدين يجي أي رئيس وزارة، هات أي رئيس وزارة في وزارات سيادية ملوش دعوة بيها، هو ملوش فيها خالص، هو ملوش فيها خالص. الدفاع والداخلية والخارجية ووزارة تانية، أربع وزارات دول ما تفكرش فيهم، ملكش دعوة بيهم. أنت كلمني في الثقافة، كلمني في الحاجات دي، التنمية المحلية، عندك حد؟ أوكي. لكن في وزارات كده أنت مش بتاعتك خالص، مش بتاعت أي رئيس وزارة. الأربع وزارات السيادية مش بتوع أي رئيس وزارة في مصر مهما كان، مهما يعني مهما حصل. ما قول لي زي ما انت عايز تقول، انما الحقيقه يعني ما تكلمنيش على الحب ولا تشغلنيش باي حاجه تانية. احنا رصدنا لكم في الجراف ده ابرز الكوارث اللي حصلت في عهد مدبولي خلال الست سنين اللي فاتوا، واللي علشانها خد النجمه الثانيه وفضل على كرسي الحكومه. ابرز الكوارث، صغر يا بيه ابرز الكوارث الله يكرمك عشان اعرف اقراها. اهي بيه صغر الكوارث. إلغاء دعم الكهرباء نهائيا وتفاقم أزمة قطع التيار، زيادة العملة، زيادة أسعار الوقود أكثر من 500%، تعويم العملة ثلاث مرات والدولار وصل ل 48 جنيه على إيده، زيادة التضخم وحذف 20 مليون مواطن من التموين، رفع أسعار السلع والأسعار المواصلات وتذكرة المترو ل 12 جنيه، زيادة القرض أخرها 8 مليار دولار من صندوق النقد، التفريط في أرض مصر ببيع رأس الحكمة الإمارات، بيع شركات رابحة زي موبيكول الأسمدة، أبو إير الأسمدة، الشرقية للدخان، تأجيل المستشفيات الحكومية ورفع أسعار العلاج وهروب آلاف الأطباء، الفشل في حل أزمة نقص المعلمين وعدم تعيين 36 ألف معلم، عدم بناء مدارس جديدة لحل أزمة تكدس الطلاب الفصول، السكوت على ضرب إسرائيل المتكرر للحدود المصرية وقتل جنودنا، الفشل الذريع في ملف صد النهضة. دي كوارث مصطفى، وراح عينه تاني لانه لن يجد. انا بقول لك، انا فاكر قلت نصيحه للساده الاقتصاديين لما السيسي عمل مؤتمر اقتصادي والفيديو موجود، قلت لو فيكم حد بيحترم نفسه ما تروحوش. انا قلت كده هنا في البرنامج ده، لو في اقتصادي بيحترم ذاته وبيحترم علمه ما يروحش، لانه السيسي مش هياخد كلامكم. وحدث ما ذكرته بالنص. اخر يوم في المؤتمر السيسي راح لهم قال لهم الكلام اللي انت قلته كله ده يقوله اي طالب في سياده كليه سياسه اقتصاد. عشان كده انا بقول لك، انت لما تشوف اداره فاشله بيقودها واحد حمار وبيقول لك تعال اشتغل معايا وخد فلوس لو انت عايز، انت هتروح تعمل ايه لو بتحترم ذاتك؟ انما لو ما بتحترمش ذاتك بقى انت جاي في اي حته، يعني اي مصلحه انت جاي فيها. انما اللي بيحترم ذاته يقول له لا سوري معلش ظهري بيوجعني، ما اقدرش اقف على رجلي كتير، المدام بتتضايق مني، انا مش بتاع المناصب، اي حجه والسلام. لكن لو جاي في اي حاجه هيبقى زي فيلم بتاع وحيد حامد معالي الوزير، جه غلط وعينوه وزير فكمل. اي شخص بيحترم ذاته لن يقبل العمل مع اداره بيقودها السيسي. تعال شوف بقى ده جراف عملته صفحة ما تصدقش، كشف حساب لمدبولي خلال الست سنين اللي فاتت. اهو خش يا بيه، ده بعد ست سنين 115% نسبة ارتفاع معدل التضخم بين يوليو 18 وابريل 24. الدين الخارجي كان في يونيو 18 92 مليار دولار، في ديسمبر 23 بقى 168 مليار دولار، 6.5% أعلى معدل نمو سجله أعلى اقتصاد في عهد مدبولي. سعر صرف الجنيه أمام الدولار كان في يونيو 18 ب 17 جنيه، في يونيو 24 ب 47 جنيه وكسور كمان، دخل على 48. نسبة الدين الخارجي إلى الدين الناتج المحلي في يونيو 18 كانت نسبة الدين للناتج المحلي 37%، في ديسمبر بقت 43%، ديسمبر 23.
2% يعني داخل على 3% اقل معدل نمو سجله الاقتصاد في عهد مدبولي. دي صفحة ما تصدقش. لكن اسمحوا لي يا حضرات بعد ما كل اتهم مدبولي بكل نقيصة اسمحوا لي ادافع عنه. الراجل انجز، اقسم بالله العظيم له انجازات عظيمة، انجازات فشلت فيها كل الحكومات السابقة من عهد عبد الناصر، كل حكوماته العسكرية وغير عسكرية، من عهد السادات لما بدأ يضرب في الجيش ويقلص الجيش من كل حتة، من عهد مبارك لما عاد الجيش مرة تانية، حتى لما أطاح بالراجل اللي اسمه أبو غزالة ده ورجع الجيش تاني. بعد كل العهود دي كانت عايزة تعمل إيه؟ كانت بتطالب المصريين بالحد من الإنجاب، صح؟ تخيل محدش عملها غير مدبولي. مدبولي يشير بانخفاض معدلات النمو السكاني والمواليد أثره إيجابي على الوضع الاقتصادي. تخيل ده الإنجاز الوحيد اللي مدبولي حققه واللي لم يستطع أي حد أي وزارة إنها تعمله. بس لا، في حاجة تانية، زيادة هائلة في نسبة الطلاق. خش بيه، ما الذي تغير في النص الاجتماعية؟ إنجازات دي ولا مش إنجازات؟ إنجازات دي اللي بتفهمه ولا لا؟ أنا قلت الكلام ده من سنة هو، برافو عليك. هات الكلام ده لما قلت لكم محدش يروح المؤتمر الاقتصادي. اسمع كده، الديكور عشان ديكور إن هو وبعدين يجي بعد كده لما مصر تخرب بقى على ويبيع كله يقولك والله أنا جبت رجال اقتصاد وسياسة وقعدوا معانا وقعدوا واتكلموا، مش احنا كنا مع بعض يا كامل؟ مش كنا عملنا والمؤتمر ما هنعمل لكم ايه بقى؟ اي اقتصادي محترم بيحترم نفسه يعمل نفسه عيان، يعمل نفسه مجاش، يعمل نفسه. وعلى فكرة التاريخ مليان بناس محترمة جدا. التاريخ بيقول ان في شخص محترم اسمه محمد ابراهيم كامل تولى وزارة الخارجية المصرية بعد وزير محترم اسمه اسماعيل فهمي، لما السادات قال هعمل تطبيع مع اسرائيل اسماعيل فهمي استقال فتولى بعده ابراهيم كامل، وبعدين راح معاه امريكا ولقاه ملخبط في الكلام وشوف مذكرات محمد ابراهيم كامل اتفاقيات السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد. شوفوه اقروه التاريخ عندكم. قال لك كنا نخش نتكلم مع السادات ونتفق مع اتفاقيات، يروح يقعد مع الامريكان مع كارتر ومع بيجن يتفق اتفاقيات تانية، فساب له المؤتمر، ساب له كامب ديفيد ومشي وقال له استقالتي ايه؟ استقالتي ايه؟ مش عايز اكمل معاك هناك في كامب ديفيد. وساب امريكا ورجع وساب الوزاره انه راجل محترم. الكلام ده انا قلته قبل المؤتمر الاقتصادي ما يبدا. اي اقتصادي محترم يحترم ذاته ما يروحش. الراجل مش هيتحمل معاكم احترام وهيورطكم. ابسط حاجه يقول لك انا قعدت معاهم هم اللي قالوا لي، حد هيقول له لا؟ النتيجه ايه بقى؟ انه بعد ما راح المؤتمر قال لهم كل الكلام اللي انتوا قلتوه ده اي طالب في سياسه واقتصاد يقوله. قلت لكم وشفتوا يا بيه، انا يا الناس بتدرس الناس. انت واحد طلع لهم كده، سيبك من ده، طلع لهم كده رسمي بعد المؤتمر الاقتصادي، الناس ما سمعتش كلامي. اهو اسمع 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 من الاول كل المقترحات اللي اتقالت ديت. انا اسف ان اقول لكم اي طالب في كليه السياسه والاقتصاد يتكلم فيها، اي طالب في كليه السياسه والاقتصاد يتكلم فيها. انما ازاي تعملوها؟ ازاي كفايه؟ لا، واقول لهم ايه ويقولوا لي اعمل كذا كذا وانا اسمع الكلام. يعني قال انا اسمع الكلام. قلت لكم قبل كده اللي بيحترم ذاته ما يشتغلش معاه. الراجل ده بيهين اللي بيشتغل معاه لانه جاهل. شفت بيوقف وزير الماليه ازاي؟ بيوقف عامل كده، عامل كده معيط هنا؟ يعني هنا؟ راجل هيهينك وانت راجل بتحترم ذاتك. على اي حال مش مشكله دي. خليني ارجع واقول لك وارجع واقول لسه الطيور بتطن والنحليات بتطن والطفل ضحك ومش عارف يجن، مع ان البشر مش كل البشر فرحانين. ارجع واقول لك لا مدبولي ولا غير مدبولي، كل دول سكرتارية في ايد السيسي. هو اللي بيوجه القرار، هو اللي بيقرر، هو اللي اخذ قرار التعويم،
أخذ قرار التفريعة، دمر الدولار، أخذ قرار العاصمة الإدارية، أخذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، عمل مشاريعات فانكوش فشلت كلها باعترافه، من 1.5 مليون فدان إلى 1 مليون وحدة سكنية، لعربيات الخضار، لمدينة الأساس، كله فشل. لا وغليون بتاع السمك، السيسي هو اللي مضى سد النهضة ومضى على التنازل عن تيران وصنافير. السيسي هو رئيس المجلس الأعلى لكل حاجة في مصر، كل حاجة في مصر هو رئيس. السيسي يصدر تشكيل المجلس الأعلى وهو رئيسه، مع السلامة. اللي بعده اللي بعده كل حاجة هو رئيسها. أهو يا بيه، السيسي يعتمد تعيين رؤساء الهيئات القضائية، السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مش فاضي يا بيه الراجل، مش فاضي. السيسي يترأس اجتماع، يلا يا الشرطة، يلا يا بيه اتفضل. يوافق على رئيس مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، الاجتماع الأول لمجلس الأعلى للسياحة برئاسة السيسي. اللي بعده قرار بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من الانتخاب، هو اللي حتى رؤساء الجامعات. يترأس المجلس القومي للمدفوعات. أخطر 16 خلال المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي. كله يا بيه، كله في المواني. السيسي يدعو المجلس الدفاع الوطني للانعقاد، كله في المواني يا بيه. الراجل بيقول لك يعني ان انا يعني عملت كل حاجه وما عادش حاجه اعملها. ده انا بقى، ده انا مش هسيبكم، وانا سيبكم، انا مش هسيبكم ولا والله العظيم هخنقكم. خد يا بيه نشر لك اهو انجازات الاخ مصطفى مدبولي. شوف شوف التعريض. مهم يعني يترأس الاجتماع الاعلى للمجلس الاعلى لمكافحه الارهاب والتطرف، تبعيه اهياء رئاسه الجمهوريه نشر تعديلات. كله 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 يا بيه، مفيش حد بيشتغل، الراجل هو اللي بيشتغل لوحده. ففي 2022 السيسي بيحكي عن قرار التعويم. شوف انا اي وزير جاي انا بهديك الفيديو ده، واي مواطن مصري بيقول لك كلهم قالوا لي لا، وانا قلت لا هاخد قرار. طب ما هم قالوا لك لا هاخد قرار. يا راجل ده انت لو هتسوق عربيه والناس بتقول لك لا هتفكر كتير، دمرت البلد. اسمع، كان موجود على الترابيزة كل المعنيين من الأجهزة الأمنية والدولة تقريبا، وطرحنا كان نوفمبر ان احنا نطلق عملية الإصلاح الاقتصادي وتعويم وتجنيس سعر الصرف. كل اللي كانوا قاعدين قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ كله، مدير المكتب، الاقتصاد، المالية، الرقابة الإدارية، الداخلية، الدفاع، لا. قلت لهم يا جماعة هو العملية مش عافية، مش يعني مش لا، احنا بندردش عشان دي بلد يا جماعة. اللي احنا لو ما عملناهوش، قلت التعبير ده بصدق كده، قلت قبل كده اللي احنا لو ما عملناهوش احنا هنعدي بالقرار ده أناية. هنعدي بالقرار ده ايه؟ أناية. ممكن نعديها، لكن لو تأخرنا هنبقى عايزين نعدي بحر. بس شوف الدفاع، الحرجية، كل الناس قاعدة تقيت له لا، دولة، مؤسسات دولة لهم انا هاخد القرار. عايز يعمل نفسه بياخد قرار، الجعر عايز يعمل نفسه بياخد قرارات. فما تقوليش مدبولي ولا غير مدبولي له ارادة في اللي بيحصل في البلد. بقولك كلهم سكرتارية، عد الهيئات اللي هو قالها كده، مؤسسات كبيرة، تاريخ. قال لهم لا انا هاخد القرار. لكن اوعى الحكومة الجديدة تنسيك ان انا في البرنامج بتاع مصر النهاردة قايل لك ان اول الفيلم ده يحصل فيه ايه، وقلت لك هنا ان عباس كامل واقف لكامل وزير، وان كامل وزير كان نفسه رئيس وزارة، وطلع لجانه عشان تقول لك ما ينفعش غير عسكري. فاكرين لجانه؟ وقلت لك عباس كامل مش هينولها لكامل وزير، كامل وزير هيبيض ويبقى رئيس وزاره. قلت لك ما يغركش كلام اللجان بتاع اللي مسرحها كامل وزير، اللي قلت لك مش هينفع رئيس حكومه غير عسكري. الحلقه دي كانت في 15 ابريل، يعني السيسي اقسم يمين الفتره الثالثه او الرابعه في 2 ابريل. الكلام كان انه هيغير الحكومه طبقا للدستور. هوب بداوا في تلميع، حمله تلميع عباس اسمه ايه ده كامل وزير، واطلق لجانه. قلت لهم، قلت لكم مش هيتعين، لان اللي واقف له عباس كامل. فاكر الحلقه دي؟ العب. كامل وزير ادى يعني صلاحياته لرئيس هيئه الطرق الكباري،
وطلعت إشاعة إنه ممكن يمسك الوزارة. بس أنا بقى هقول لك الزتونة. في كلام أنا بقوله هو بقول في كلام إن العلاقة ما بين عباس كامل وكامل وزير زي الزفت. والكلام برضو داير كده داير كلام إن كامل وزير زعلان جدا إنه ما بقاش رئيس وزارة أول ما السيسي نجح. والكلام داير بيقول إن كامل وزير هيبيض هيولد ويبيض مع بعض عشان يبقى رئيس وزارة. مين اللي واقف له في الحكاية دي؟ الناس بتقول إن اللي واقف له في القصة دي عباس كامل، مش عايزه يبقى رئيس وزارة. طب منين مش هيبقى رئيس وزارة وهو إدى صلاحياته لرئيس الطرق الكباري؟ الناس بتقول إن اللي طلع إشاعة إنه عمل كده عشان يبقى رئيس وزارة اللي طلعها كامل وزير. يعني كامل وزير مسلط لجانه تقول إن هو هيبقى رئيس وزارة عشان يضغط على السيسي ويبقى رئيس وزارة. لكن عباس كامل واقف له في القصة دي. العلاقة بينهم كلين، العلاقة بينهم جحيم. أنا بقول الكلام اللي الناس بتقوله. الناس مين؟ ما تسألش، مالكش دعوة. السؤال بقى، بعض الناس قالت لا خلي بالك يا حاج محمد، ده عباس ده كامل وزير ممكن يكون طار الليله دي. طار؟ اه ليه؟ قال لك هو زعلان من السيسي بقاله مده عشان كان عايز يبقى رئيس وزاره. يعني ممكن كامل وزير ما يجيش رئيس وزاره؟ قال لك اه. طب يروح فين؟ يقعد في البيت. معقوله؟ اه. وممكن يجي رئيس وزاره؟ ممكن. مين اللي وقف له فيها؟ عباس كامل. هنا بقى السؤال، يا ترى السيسي هيفرض كلمته على عباس كامل ويجيب كامل وزير رئيس وزارة، ولا الزعل وصل لمرحلة انه اتغضب على كامل وزير ومش جاي خالص لا وزير ولا رئيس وزارة؟ ده اللي هتكشفه الايام الجاية. كان ده احنا قلناه في 15 ابريل ان كامل وزير بيحرجم انه يبقى رئيس وزارة. وفي الفترة دي تم تلميع كامل وزير بشكل فظيع جداً، ونشر هو لجانه بقى ما يصلحش غير عسكري ولا بد من وجود عسكري. وقلنا نستنى، بس اللي احنا عارفينه او المعلومات بتقول ان عباس كامل ما بيحبش كامل وزير خالص ولا بيطيق شكله. دي حاجة. الحاجة التانية وان عباس كامل بيفرد كلمته على السيسي. السيسي يا حضرات انسى الكلام اللي بيقوله ده كله، عباس كامل بيمشيه على العجين ما يلخبطوش، مش جبر لا، بس هو بيثق في عباس كامل قوي، او عباس كامل له طريقه كده بيعرف يجيب السيسي. عشان كده كامل وزير ما جاش رئيس وزاره. يا ترى بقى هيبقى يكمل وزير مواصلات ولا يقعد في البيت؟ الله اعلى واعلم. يلا اللي بعده. قبل ما نكمل، في خبر عاجل انهم لقوا جثه المواطن السعودي هتان. لقوه اخيرا زي ما الخبر العاجل ده بيقول اهو، انه العثور على جثه هتان شطا السعودي المفقود في مصر. اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. قتل يعني؟ يعني طب ادونا التفاصيل. ماشي. أفادت قناة العربية بأن أجهزة الأمن المصرية عثرت اليوم الاثنين على جثة المواطن السعودي هتان شطا المفقود في مصر، وقالت أن السلطات عثرت على الجثمان في إحدى الشوارع وتم فحصه، حيث تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية. وكشفت المعلومات أن الشاب المفقود اختفى يوم 22 إبريل من القاهرة الجديدة، وقبل اختفائه كان يبحث عن شقة جديدة في 6 أكتوبر. وكثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات تغيب الشاب وحاجات دي. طيب السؤال، يعني إيه مات موتة طبيعية؟ هو في حاجة اسمها موتة طبيعية؟ في حاجة اسمها أسباب وفاة؟ يعني إيه أسباب الوفاة؟ ما فيش حاجة اسمها واحد كده مات، انتحر، قتل، ولا حصل له حاجة في الدورة الدموية، أزمة قلبية، يعني في حاجات كده. يعني أنا مش مصدق التقرير اللي لقيته العربية، لأنه تقرير غير علمي. مفيش حاجة اسمها واحد مات كده. يعني إيه مات كده؟ مات إما بتدخل آخرين
قتل أو هو تخلص من حياته أو أنه عنده أزمة صحية أدت إلى وفاته، هبوط في الدورة الدموية، أزمة قلبية، ذبحة صدرية، أي حاجة في الدنيا. إنما مات كده، كان ماشي في الشارع ومات، خلص يعني الشحن خلص منه؟ يعني كان ماشي كده مشحون عادي جدا البطارية فول وفجأة راحت البطارية وقعت منه فمات؟ يا جماعة علميا إيه الأسباب؟ أنا ما عنديش مشاكل خالص، أي شخص في الدنيا ممكن يحصل له أزمة قلبية وهو ماشي مات، وبعدين مات في الشارع محدش شافه قبل ما يموت، يعني مفيش ناس قالت يا جماعة الحقوا ده الراجل ده كان ماشي وراح مفرفر مرة واحدة كده مات؟ يعني ايه مات في الشارع؟ ما هو برضه قولوا كلام يعني يتعقل، ويعني ومات بقاله قد ايه الجثة دي؟ يعني من امتى؟ مش في كلام كده؟ ولقوا الجثة بقالها 3 ايام، لقوا بقالها 24 ساعة، ودي ليها علامات ودي ليها علامات. انما ايه مات كده دي؟ مات ايه؟ وقع من عمارة مثلا راح ميت في الشارع؟ ايه الشارع ده؟ فين الشارع ده؟ الشارع ما كانش فيه ناس؟ ما شافوهوش قبل ما يموت كان بيعمل ايه؟ شهود على الاقل يقولوا الراجل ده كان حد معدي كده فجأة لقيناه وهو قاعد راح وقع مات. لا مات، لا شبهة جنائية يعني ايه؟ طب ماشي، ايه الشبهة الصحية بقى؟ لا شبهة جنائية، انا موافق جدا اهو، انا موافق يا بيه، انا اشتريت منك، بس كمل بقى جميلك، قول لي بقى ايه بقى. هات يا عم العربية، اطلع بالعربية. في جديد قضية الشاب السعودي، عصرت أجهزة الأمن المصرية اليوم على الاثنين على جثة هاتان، وعن وجود الشاب السعودي البالغ من كشفت الصور مش عارف ايه 40 عام بجوار حافلة نقل ركاب منطقة التجمع الخامس قبل أن يختفي ويفقد الاتصال مع أسرته. كما كشفت معلومات العربية نت أن الشاب المفقود اختفى يوم 22 إبريل من القاهرة الجديدة، وقبل اختفائه كان يبحث عن شقة جديدة، وكثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهده، وتبين أن المواطن خرج من شقته بمنطقة الرحاب شرق القاهرة تاركا كافة متعلقاته عشان يموت، وانقطع الاتصال به لا تليفون ولا غيره، فيما أصدرت الأجهزة الأمنية المصرية تعميما. والمهم، وبحث السلطات في مدن القريبة من التجمع، كما بحثت في نطاق منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وطالبت المواطنين بالاتصال برقم الشرطة. وكانت السفارة السعودية أعلنت، كمل يا بي كمل كمل، أنا مالي، أنا عايز مات إزاي؟ خلاص خلص الخبر. طيب لا شبهة جنائية عرفناها، أنا موافقك، لكن هو السؤال يعني إيه سبب الوفاة؟ السؤال الثاني من إمتى؟ السؤال الثالث، الشارع اللي لقوا فيه الراجل ده إيه؟ ما كانش فيه حد معدي؟ مات خبطته عربية مثلا؟ إيه اللي مات؟ يعني يا جماعة احترموا عقل الناس. أنا شايف بصراحة إن كل ده ما دخلش عقل التعريفة، ماليش علاقة بقى، أنا ما بقولش إن في شبهة جنائية وإنه حد قتله وإنه ماليش علاقة، بس قدموا لنا تقرير كده يقول لنا إن الراجل ده اختفى يوم 22 إبريل ولقوه النهاردة ميت دلوقتي، لقوه في الشارع، من إمتى بقى مات؟ فين الشهود اللي في الشارع؟ ايه أسباب الوفاة؟ مش جنائية بس، قصور أي حاجة، جهاز جواه تعطل ومات، واكتبوا لنا، قولوا لأهله يعني مش لي أنا. إنما لا شبهة جنائية ومات لقيناه في الشارع كده، ده لو شنطة هتعرفوا سببها إيه. يا عم ريح يا عم، السعوديين مش مبسوطين؟ خلوهم ينبسطوا. مش السفارة السعودية مبسوطة في القاهرة انهم لقوه ولقوا الجثة؟ ما تسألش بقى لقيناها ازاي واي شارع وازاي ومات، ما تسألش. مش السعوديين مبسوطين؟ يبقى اتعشت على كده. اللي بعده، اللي بعده يا بيه، حكايتنا دي يعني شوية كده بره اطار الاحداث السياسية، حكاية عن شخص كان مفروض انه يسلم جسده الى خالقه، حبل المشنقة كان مصيره، وفجأة بعد سنين كده زي الدراما التلفزيونية الهندية تحول هذا الرجل من حبل المشنقة
لأهم راجل في النظام السيسي. حكايتنا النهاردة عن طلعت مصطفى، واللي بنشوف من أيام بسيطة كده إن أرباح شركته وصلت إلى أكتر من 499%. أرباح مجموعة طلعت مصطفى تقفز إلى 400% إلى 4 مليار جنيه في الربع الأول من 24 مقارنة بمبلغ 700 مليون خلال فترة نفسها من العام الماضي. ده جريدة المال المصرية، وده على عكس أغلب شركات القطاع الخاص في مصر اللي كل شهر بنشوف خبر معتاد عنهم، وهو أنهم بيحصل لهم يعني انكماش. القطاع الخاص المصري واصل انكماش للشهر 41 على التوالي. طلعت مصطفى اللي كان بيواجه حكم الإعدام في مايو، زي ما الخبر ده مقتل مايو 2009 مقتل سوزان تميل حكم بالإعدام على رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، مع قدوم السيسي عاد من جديد طلعت مصطفى، بس المرة دي نظف حالته الجنائية تماما، وطلع كمان ما عندوش حاجة في سجله الجنائي. السيسي يعفو عن هشام طلعت مصطفى جريمة قتل. ده مش بس كده، ده الراجل ازدادت نفوذه أكتر مع السيسي، واللي بنشوفه بعد سنتين بس من العفو بيستغل تغيير قانون تخصيص الأراضي في مساحات عملاقة من الأراضي، زي ما نشرت مؤسسة أريج قوانين مصرية في خدمة مطورين عقاريين. ادي القرار اهو، والراجل استغل القرار واشتغل عادي. الراجل يعني اخد كل حاجة في الدنيا. الموضوع ما وقفش على كده. طب ايه اللي بيخلي يبقى القوة دي ويدفعه لوضع ايده على الأراضي؟ بنشوف ان طلعت مصطفى استفاد من مشروعات العاصمة الإدارية، واستفاد من شراكته مع القوات المسلحة في الحصول على الصفقات. هشام طلعت مصطفى الرابح الأكبر من العاصمة المصرية الجديدة طبقا لموقع ريج. الموضوع ما وقفش على مشاريع في عاصمة إدارة التربح دي، لا، ولا القوانين الخاصة بتخصيص الأراضي. ده احنا بنشوف دراسة بتكشف حجم الأراضي اللي حاطط مصطفى ايده عليها، سواء بشكل مباشر او بالشراكه مع جهه او مع الدوله. اجمالي الاراضي دي وصل الى 6400 فدان، ده في الفتره من 2011 لحد 2021 تقريبا، في ايلول سبتمبر. وبعنوان من يملك القاهره، كشفت دراسه اصدرتها شركه 10 طوبة المتخصصة في الدراسات العمرانية عن امتلاك شركات التطوير العراقاري التي تعود إلى عائلات زي منصور وطلعت مصطفى نحو 36% من حيازات الأراضي في القاهرة. الأراضي التي رصدتها الدراسة تمثل إجمالي الحيازات التي حصلت عليها كبرى الشركات والكيانات ذات النشاط العقاري المسجلة في البورصة المصرية، سواء كانت بملكية مباشرة أو مشاركة، ما بين عامي 11 و 21. وأغلب هذه الحيازات مملوكة لسبع مستثمرين بس، هم مالكوا حصص مسيطرة على خمس شركات عقارية ضمن أكبر 10 شركات عقارية مدرجة في البورصة المصرية. المستثمر أهو يا معلم، مجموعة طلعت مصطفى مصر 14% من الأراضي، وعدد الأفدنة 5600. أنا آسف قلتها غلط، 5600. تخيل 5000 و ايه ده؟ لا انزلي تاني. طلعت مصطفى 14% 5600 فدان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انت لوحدك يا هشام؟ لوحدك ولا بتدفع للسيسي مليارات؟ قوة طلعت مصطفى او هشام مصطفى واستغلاله للقوانين والجهات الكبيرة اللي بتقف في ظهره، خصوصا السيسي، بتخليه شريك أساسي في صفقات بيع أصول مصر. وشفنا إزاي شركته بتحط إيدها على فنادق تاريخية تقدر بالمليارات. تفضل سي إن إن اقتصادية، طلعت مصطفى تكمل استحواذ على 51% من سبع فنادق مصرية تاريخية. تخيل. هتقول لي شركة زي أي شركة، أقولك لا، هو طبيعي فنادق بالحجم ده وبهذا التاريخ تقدر بالمليارات، ما تلاقيش مناقصة ضخمة
لشركات تخش فيها غير طلعت مصطفى؟ أو حد يقول لنا أصل الاستحواذ ده إزاي حصل؟ فين الأجهزة الرقابية في الدولة؟ إزاي فنادق تاريخية سبع فنادق زي دي وما يخشش غير هشام طلعت مصطفى ويشتريها بثمن بخس؟ طلعت أو هشام طلعت ما كانش واجهة بس للسيسي، بل استخدم صفقاته بأنه يكون وسيط للبيع. فبنشوف إن الشركة اللي أخذت 51% من الفنادق التاريخية الإماراتيين خدوها. سكاي نيوز تستحوذ أهو أدوك دي وأدونيك تستحوذان على 40% من أيكون للفنادق المصرية. يعني هما باعوا لهشام طلعت مصطفى، وهشام طلعت مصطفى راح بيعها للإماراتيين. شغل بقى حل حوش. وطبعا طلع إعلام السيسي يدافع عن الصفقة ويقول لك عادي اللي حصل، احنا عايزين شريك اجنبي يجيب لنا دولارات، وده اللي عملته مجموعه طلعت مصطفى. تخيل مين اللي قال كده؟ مدام بطانيه جابت البطانيه وطلعت بيها على الشاشه زي ما انت شايف كده، وقعدت تدافع عن هشام طلعت مصطفى. اتفضل. لابد ان تدخل الاموال او الدولارات لان مصر تحتاج الى عمله صعبه من الخارج، يعني ما تجيش تقول لي ان انت هتلم دولارات من جوه فتعلي لي السوق وتجيب لي الدولارات من جوه. لا، انا مش عايز دولارات من جوه، انا عايز استثمار اجنبي من الخارج، ولازم يكون عندك ذراع اجنبي وشريك اجنبي. وده بالظبط اللي حصل، وده اللي عملته مجموعه طلعت مصطفى. راحت اتفقت مع شركه اي دي كيو. اي دي كيو هي مجموعه قابضه اماراتيه مهمه جدا، في لها اذرع كثيره، جزء منها له علاقه باهم الفنادق مش بس في الامارات ولكن في العالم العربي اصلا وفي العالم عموما. والله العظيم قولي ولي، ده انت جوزك عمل حلقه كامله عن مقتل سوزان تميم، وراح دبي وراحوا الاماره وجابوا الناس وجابوا شرطه دبي ايام راعي الجديان طلع خلفان ده، ولا اسمه كان اسمه ايه؟ ضحي خلفان، راعي الجديان جوزك. وده انتوا بترقصوا في اي حفله. والله العظيم على قناته هو عمل حلقة كاملة عن مقتل سوزان تميم، وأنا فاكر الحلقة دي. راح صور في دبي العمارة والمكان والشقة والأدوات، ودبي وفرت له كل حاجة. برضو لما يطلع عشان طلعت مصطفى تهجسوا له، برضو بتغنوا في أي فرح، أي حاجة أنتوا جايين فيها. علاقة طلعت مصطفى مع الإماراتيين وإنه يكون كوبري أو يعني خلينا نقول وسيط صفقات في مصر مستمرة. بنشوف كمان الشركة المصرية الأولى اللي بتدخل بالشراكة مع الإماراتيين في مشروع رأس الحكمة، طلعت مصطفى تعلن التعاون مع اي دي كيو ومدن العقارية في تطوير رأس الحكمة. ابقى سلم لي على رأس الحكمة. ولسه هنشوف أكتر عن توسع نفوذ طلعت مصطفى، لأنه مدعوم من السيسي، لأنه بيشتغل لحساب السيسي. عرفت ليه طلعت مصطفى أرباحها تصل إلى هذا الرقم المزعج؟ لأنه بيشتغل لحساب السيسي. عرفت ليه بيتحول إلى مسيطر على الكثير من المشاريع وكله يا سيدي معدي بالأمر المباشر، كله بالأمر المباشر؟ وسيبك أنت بلا رقابة بلا بتاع، أهم حاجة إن الفساد شغال وإن الأجهزة الرقابية تنام، لأن الراجل شغال ظاهر للسيسي. فاكر دي ما فيهاش سيسي؟ دي تبقى ساذج ونايم على ودانك، والشعب مش بيسال ولا هيسال. اللي بعده، من 9 سنين لما السيسي قال للشعب ما تخافوش من سد النهضه، انا ما ضيعتكوش قبل كده عشان اضيعكوا تاني. افكركم بالفيديو ده في 2015. الامور ماشيه بشكل جيد وبشكل مطمئن، وانا ما ضيعتكمش قبل كده عشان اضيعكم تاني. لو كان واثق، كان واثق ايه؟ انا ما ضيعتكمش قبل كده عشان اضيعكم تاني، امال ايه؟ وطلع الكلام ده كله اي كلام في البدنجان عبد السلام دقيا مزيكا. السيسي ضيع مصر وضيع حقها في نهر النيل، ومصر بقت يا عيني زي الوليه المسكينه اللي خطفوا منها عيل، مفيش عندها غير انها تعالي راسها وترفع ايدها وتدعي على اثيوبيا. بس اثيوبيا اللي حاطه عليها ومخليها راسها في الطين، ولا مصر قادره تعمل لها حاجه. زي الخبر ده كده.
مصر تشكو محدودية المياه وتدعو لتعاون إفريقي لمواجهة التحديات، نشر في 1 يونيو 2024. مصر تشكو. اللي راح راح يا قلبي، شكوتك لله. مش كده بس، ده اثيوبيا بتقول لمصر مطرح ما تحط راسك حط رجليك، وهنبني سدود تانية ولا حد هيقدر يوقفنا ولا يعمل لنا حاجة ولا اي قوة تقدر تقف وشنا. ده محمد العروسي عضو البرلمان الاثيوبي ومستشار وزير المياه والطاقة الاثيوبي بيقول لك هنبني سدود تانية. ايه بقى الاخبار؟ انا ما ضيعتكوش قبل كده، شدقك تاني. ايه بقى الاخبار؟ يعني من الاخر يا مصريين، اثيوبيا بتقول لكم اشربوا من البحر ولا هتقدروا تعملوا لنا اي حاجه. امال فين يا جدع كل سيناريوهاته جاهزه ومستعدين لازمه سد النهضه؟ وده اللي رد بيه مواطن على السيسي في الفيديو ده. مواطن بيرد على السيسي، اسمع. وحكايه ان مصر جاهزه لكل السيناريوهات دي، انا سمعتها في سد النهضه ساعات برضه سد النهضة، وهم بيبقوا سد النهضة ومصر جاهزة لكل السيناريوهات، ونحن قادرون ونحن نستطيع ونحن بنجري ورا بعض في الأروقة والمنظمات والمؤسسات، ومصر هتقدر ومصر ما تخافوش ومصر ما تعملوش، واتبنى السد واتملى وعادي ما حصلش حاجة. تران وسنافير راحت وما جراش حاجة، ترسيم حدود اتعمل وناس قامت وناس قعدت وبرضه ما جراش حاجة. فقصة مصر تحط كل السيناريوهات وعندها قدرات وتقدر، الكلام ده لما بسمعه بتوغوش، ببدأ أقلق، بعرف إن احنا رايحين في وان واي، رايحين مش راجعين. الموضوع بقى مؤسف مؤسف، والواحد مش قادر يتكلم اكتر من كده، يعني الكلام اكتر من كده هنوحش بعد بقى، ربنا يستر. اللي بيحصل من تقليل حصه مصر في المياه حذر منه وزير الاسبق السيد محمد نصر علام في بوست كتبه امبارح على صفحته، واعتبروا ان ده مخطط لتقسيم مصر. قال السيد محمد نصر علام: امريكا اسرائيل اثيوبيا واحد، مخطط معروف منذ عشرات السنين، وهو السيطرة الشاملة على المنطقة العربية العقبة الرئيسية هي مصر، ولذلك يعملون على تقليل حصة مصر من النيل وإثارة الفتن الداخلية ثم التقسيم. العملاء كثيرون ولكن الله هو الحافظ المتين. وإحنا الكلام ده قلناه، وجبنا كتاب الأستاذ لطفي الخولي النيل في خطر، جبناه وشرحناه هنا بالهبل حلقات. وسبحان الله يا مؤمن، في الوقت اللي مصر بتشتكي فيه من قلة المية نلاقي السيسي في حتة تانية بيفكر في حاجة تانية، بيفكر في مدينته اللي بناها له، بناها لنفسه يعني والحشيته، بيفكر ازاي يوصل لها مية بتكلفة كام بقى. خلينا نشوف هيبني محطة مية في العاصمة الإدارية بكام كده. رئيس شركة العاصمة تنفيذ محطة مياه لخدمة السكان بأربعين مليار جنيه. حد ليه يشوف حاجة؟ الأحد 19 مايو مصراوي. حد ليه شوق في حاجة؟ محطة مية عملاقة. عارفين الرقم اللي أعلن عنه رئيس شركة العاصمة ده لتنفيذ محطة مية بأربعين مليار جنيه، بيساوي نفس إجمالي اللي اتصرف على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر. من إمتى بقى؟ تخيل، حلول للسياسات البديلة. 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات مياه النيل، مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة خلال فترة من 14 ل 20. اتصرف على المدن الجديدة والصرف الصحي والمياه بتاعتها 40 مليار جنيه من 14 ل 20، 6 سنين. هو عايز يعمل بس للعاصمة الإدارية الجديدة محطة مياه عملاقة تتكلف لوحدها 40 مليار. هو مش الترلملم ده او المليارات دي اولى بها ملايين الاسر الفقيره في الريف اللي ما فيش اصلا عندهم مواصلات ميه شرب نظيفه، ما فيش في بيوتهم. الذكر بيقول لك ما ضيعتكوش قبل كده، ما ضيعش نهر النيل بس، وخلى دوله زي اثيوبيا اللي كانت تخاف تعمل معديه على النيل خلاها بتعمل سد واثنين وثلاثه. مش بس اثيوبيا اللي دست على وشنا او على وش السيسي وكده، اسرائيل هي كمان دايس عليه بالجزمه ومخليها زي فايده الجزمه، ولا قادر يفتح بقه معاها ولا يعمل لها حاجه، وهي كل يوم تديله على قفاه، مره تضرب جنودنا، مره تموتهم، مره تخصف الحدود، ومره تضرب معبر رفح لغايه لما احتلته. وبقت مصر منتظره موافقه اسرائيل وامريكا
وبتقدم وثيقة بمطالبها لواشنطن عشان تفتح المعبر. الخبر اهو في روسيا اليوم، مصر ستقدم وثيقة مطالب لواشنطن بإعادة فتح معبر رفح وسط تغيير في موقف إسرائيل. بنلجأ إلى أمريكا عشان تتوسط لإسرائيل تقول لها معلش افتحونا المعبر الله يخليكم. نشطاء كتيرة جدا انتقدوا الموقف المغزي والواضح اللي وصلت له مصر في تعاملها مع الحرب في غزة وانبطاحها الواضح قدام إسرائيل وهي مش قادرة تفتح معبر رفح. الورقة المصرية وفتح معبر رفح مهزلة مهزلة مهزلة، إهانة ما بعدها إهانة. الشعب المصري الآن، مصر تطلب فقط من إسرائيل أن تنسحب من محيط معبر رفح، وتركت اتفاقية السلام كتنسيق خياني بين المجلس العسكري المصري وإسرائيل لتغير نظام الحكم حماس بغزة. الدكتور عبد الحميد أبو وهاب، مصر مسؤول رفيع المستوى، مصر تستضيف إسرائيل وأمريكا، لماذا فتح معبر رفح؟ معنى هذا الخبر مصر محتلة مثل فلسطين بالضبط. أوكي، تنتظر الإذن والتفضل والتكرم من الصهاينة عشان تعدي. تخيل مريم يلي بحكي، يلي بحكي مصر احتضنتني، مصر سرقت أغلى روح على قلبي، مصر كانت راح توقف علاجي بحجاجهم الباهتة، مصر دخلتنا التحقيق، مصر كل رحلة نعبر عن طريقها لازم ننهب تنهب آخر فرس نمتلكه غير استغلال، مصر أول شريك في إبادتنا، هذه هي مصر الحقيقية يا عزيزي. لا أوكي يا مريم أنا آسف، دي مش مصر، دي حضارات، ده نظام السيسي. مصر أكبر من كده يا مريم وأعظم من كده، بس هي الظروف بقى. اللي بعده، قال لك ادى مصطفى مدبولي تطوير التعليم في مصر وبناء صحة الإنسان في الوزارة الجديدة. مصطفى مدبولي موجود من 6 سنين. لما تزور أي بلد في العالم أو تقرأ عن أي نظام تعليم في الدول المحترمة تلاقي إن في خطة موضوعة لمدة 10 سنين لنظام التعليم بتشمل كل شيء، من المناهج لمواعيد الامتحانات لمواعيد الأجازات، كل حاجة مدونة بالتاريخ. إلا عندنا مصر بندورها برؤية الجهبذ، الجهبذ اللي ما جابتوش ولادة، الفيلسوف. بعد كام يوم هتبدأ امتحانات الثانوية العامة في مصر، وطبعا وزارة التعليم بتستعد من دلوقتي للحدث الكبير ده. ومن كام يوم وزير التعليم أطلق بشرة سارة لطلاب الثانوية العامة. إيه بقى البشرة؟ وزير التعليم يزف بشرة سارة لطلاب الثانوية، هاتوا معاكم مروحة وهدخلكم اللجنة بدري 10 دقايق. المصري اليوم، يا خبر. كامل زهيري، أنا آسف، كتاب النيل في خطر لكامل زهيري مش للطف الخولي، أنا آسف أنا اتلخبطت يعني، أنا آسف، كتاب النيل في خطر لكامل الزهيري مش للطف الخولي. يعني بشرة، بشرة إنه نجيب مروحة معنا، بشرة سارة، حط المروحة قدامك وعايز أستاذ عايز يوصل كهرباء والحاجات دي. لا ده في بقى التطوير بقى بجد بقى، تطوير اهي، ما هي دي وزاره مصطفى مدبولي هزاز راسه. امال فين التطوير؟ ما احنا ما عندناش هم مرحمين في التطوير على فكره. سياده الوزير قال لك الطالب الصبح هيبقى رايح الامتحان معاه مسطرته قلمه مروحته. والسؤال يا ترى هتبقى مروحه اي مكتب؟ مروحه مكتب، مروحه مكتب، وهيسمح للطالب بدخول اللجنه بالمروحه. فتامر امين بقى بعبقريته سمع كلام الوزير وقام بدوره هو كمان وقال لاولياء الامور اقتراح عبقري. حضرتك الساده اسمحوا لي اجيب لكم اقتراح من واحد من خلابيس السيسي. شوف بقى، شوف بقى، يعني شوف الاقتراح بقى، اتفضل يا بيه الاقتراح. رسالتي دلوقتي موجهه لحضراتكم اولياء الامور علشان ما ترجعوش تقولوا اصله مش اصله ما لحقناش وما قلتولناش والولاد راجعين مفرهدين واللي بنتي اغمى عليها واللي بنتي راجعه مفيصه من الحر وبتاع. من دلوقتي اهو انا بقول لك، انتوا عارفين ولادكم كل واحد عارف ابنه هيمتحن فين، مش خد رقم الجلوس وعارف اللجنه وعارف المدرسه اللي هيمتحن فيها. خلاص حضرتك هتتواصل كولي امر مع المدرسه اللي ابنك هيمتحن فيها،
وهتشوف اللجنه او الفصل اللي هو هيبقى قاعد فيه حسب الترتيب الابجدي. لو المراوح تمام وشغاله زي الفل، لو مش تمام ومش شغاله حضرتك من دلوقتي تتواصل مع المدرسه وتروح متكرما يا تشتري لك مروحه تهديها للمدرسه، يا اما تديهم المروحه عندك في البيت لحد الامتحان تخلص وبعدين تستردها. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، لما دخلت في قصر الاتحاديه امام الرئيس مرسي كان قاعد جنبي تامر، وكان لابس ابيض فابيض كده زي بيضة شم النسيم، وكان قاعد على الترابيزه قدام المتحدث الاعلامي، كنا على ترابيزه كبيره كده كل الاعلاميين او اغلبهم يعني، واللي جت لا كان قاعد جنبي عماد الدين حسين، وبعده كان تامر امين. اقسم بالله العظيم كان قاعد كده بالظبط في رئاسه الجمهوريه، وبيسمع كلام المتحدث الاعلامي وبيناقش الاخبار كده، وقاعد عامل كده ومش طايق نفسه، وطاووس يا اولاد قاعد، طاووس يا اولاد، واقسم بالله العظيم قاعد القعده اللي انا شرحتها دي. لما اشوفه دلوقتي وكان نفس لابس الجاكيت ده، كان لابس ابيض فابيض، اقسم بالله العظيم انه كان قاعد ولا كانه شريك او صاحب قصر الاتحاديه. ما كنا في قصر الاتحاديه. قعدت اتفرج عليه كده، والراجل سفير اللي بيتكلم ده كان سفير، كانوا ثلاثة كده قاعدين، أنا كتبت أسمائهم مرة ببوست، كانوا قاعدين الثلاثة كده وبيشرحوا لنا يعني باهتمام القضايا يعني الكهرباء والمية والحاجات، وتامر أمين عمل كده ورفع رجله كده فوق الترابيزة. والله الذي لا إله إلا هو، قسم أتحاسب عليهم الدين. حتى قعدت أقول يعني ليه الأنعرة دي؟ أنت قاعد في رئاسة الجمهورية، شوف النهاردة ما يقدرش يخش، حتى لو دخل، بص بيقول لك ايه، بيقول لك ايه، لموا من بعض، لموا من بعض. النهارده شوف الذل اللي مذلولين ليه، مفيش واحد فيهم. ايام الرئيس مرسي لما كانوا بيتقنعروا على الرئيس بقول لك بيتقنعروا، بقول لك كانوا بيسخروا من كلام المتحدث، والمتحدث ده كان اسمه علاء الحديدي تقريبا، انا فاكر الاسم كده يعني، والراجل قاعد في منتهى الادب بيشرح القضايا للاعلام وبيكلمنا، وقاعدين باهتمام كده وبادب وباحترام، وده قاعد، ده قاعد، بص الراجل قاعد كده بيتكلم، والتاني تامر امين عامل كده وبص في السقف وعمال يعمل كده بيعاين النقاشه يعني. تخيل، انا بقسم بالله قسم اتحاسب عليه وربنا يحاسبني على القسم ده. يعني كان قاعد جنبي عماد الدين حسين، كان راجل لطيف جدا، وكان قاعد محمد الغيطي، والتاني قاعد النهارده بيقول لك لموا من بعض، لموا من بعض يا اولاد، لموا من بعض. الجيش قال لك اتصرف، هو سيسي يعمل كل حاجه، مش كفايه عليه الهم اللي هو فيه؟ بالله عليكم عمركم شفتوا كده في اي مكان في الدنيا؟ عمركم شفتوا طلاب ثانويه العامه رايحين لامتحان هيحدد مستقبلهم، اللي جاي يتقال لهم هات معاكم مروحه؟ طب ما في حل احسن يا وزير التعليم، ما نخلي المراقبين يهووا عليهم بالمره في اللجنه زي ما الست المحترمه دي عملت في لجنه اعدادي قبل كده اهو. يعني ده انا لسه حاكي الحكايه دي من كام يوم، انا لسه حاكي حكايه الاتحاديه دي من كام يوم، والله العظيم لسه حاكي حكاية ان انا دخلت. على فكرة هتلاقي البوست انا عامل له اعادة، لان هم كانوا بيفكروني بيه بتوع الجماعة دول بتوع الفيسبوك. ف يعني قاعد والله العظيم وحكيت نفس الحكاية، ازاي كده؟ بص على الستة اهي، بص ده حل احسن. انت لو شقلبت في ال، انا لسه حاكي الحكايه دي من كام يوم، والله من كام يوم لقيت فيسبوك بيعيدها لي، بيفكرني ان قلت النهارده كنت موجود في الاتحاديه. انا مش عارف، الناس بتسمع بتشوف الحلقات بتنام تقريبا، والله العظيم النهارده جاي يقول لك سمعني تاني. قال ايه تامر؟ معلش انا بتفرج على الناس دي، بتفرج على الذل، بتفرج على الذل اللي هم فيه دلوقتي.
أنا لسه خارج من قصر الرئاسة في اجتماع مع الدكتور أيمن علي والسفير علاء الحديدي ولواء من وزارة الداخلية ومجموعة من الإعلاميين دين عبد الرحمن وشريف عامر ومحمد الغيث وسيد علي وموسى الأولية وسيد علي وتامر أمين ورؤساء تحرير الصحف. أهو تامر أمين لسه حكيها من يوم 21 مايو، يعني أيام على رأي اللي كتب أيام ما كانت الرئاسة بتحت أنا اللي كاتب الكلام ده وبتحترم الإعلام والإعلام ما كانش محترم ولا زال. أنا اللي كاتب الكلام ده 21 مايو 2013. بعتونا نتكرم وفي وجابوا الناس دي الدكتور أيمن علي والسفير علاء الحديدي ولواء من وزارة الداخلية وقعدوا التلاتة على المنصة كده قعدوا قدامنا كده وقعدوا يكلمونا وترابيزة كبيرة جدا وقعدين يكلمونا وإحنا هنعمل كذا. طب بالنسبة بقى للكهرباء، طب بالنسبة للبنزين، طب بالنسبة للحاجات من دي. وقعد تامر أمين أقسم بالله العلي العظيم قعد كده بالظبط حاطط رجله كده ورجله فوق الترابيزة كده وقعد عامل كده عمال يبص في السقف وعمال يعمل كده. أنا لفت نظري لأنه كان بعدي بكرسي، يعني كان جنبي الأستاذ عماد الدين حسين وبعدي هو. استغربت قوي، هو أنت مش محترم الناس اللي قاعدة ولا إيه؟ كان مش طايق نفسه. واتكلمت في الحلقة كده قلت كده، قلت مش عارف تامر أمين كان ماله عامل زي بيضة شم النسيم ليه كده. حضرات السادة النهاردة تامر أمين نفسه هاتوا مروحة، اشتركوا مع بعض وهاتوا مروحة. وكم أزل الحرص أعناق الرجال. الوزارة من ساعة ما شالت المراوح من الفصول وقت انتشار فيروس كورونا ومن بعدها حلفوا ما هم مرجعينها تاني، أو يوفروا كهرباء ولا يعني يعملوا أي حاجة يعني. لا، ووزير التعليم رايح لندن ينقل لهم التجربة المصرية في تطوير التعليم، زي الخبر اللي كان في الشروق من كام يوم، وزير التعليم يعرض تجربة مصر في تطوير المناهج وبنوك الأسئلة. يا سيدي يا حبيبي، لكن تطوير التعليم ما وقفش عندنا كده، كل طالب يجيب مروحة معاه في اللجنة. ده كمان رضا حجازي حب يحط التاتش بتاعه ويطلع عين الأهالي معاه وقال لك احنا هنغير نظام الثانوية العامة. هتعمل ايه خير؟ لن يكون بها علمي وأدبي، وما هيكون فيها ايه؟ انا هبشركم، هو اذا حصل غيروا علمي وأدبي هيحطوا نظام جديد معرفش ايه، بس هيفشل فيرجعوا علم وادبي وبعدين يفشل وبعدين نغيره. ما احنا بنعمل كده على طول، شيل ثانويه عامه رجع سوري شيل سته ابتدائي رجع سته ابتدائي. فدلوقتي اللعب هيبقى فوق بقى، فنغير ثانويه عامه وبعدين نجرب نظام جديد. نظام ايه بقى؟ اي حاجه، كيكي على العالي وكيكي على الواطي، اي حاجه اي حاجه يعني، كله باميه القطه العاميه خلاص. وبعدين يفشل فنرجع تاني الثانويه اللي هو ادبي وعلمي. ده التعليم؟ الطلبة تجيب مروحة معاها؟ قولوا المصحف؟ الناس في مصر بقتش ملاحقة بصراحة على تغيير نظام الثانوية، كل وزير يجي ما يعجبوش النظام ويغير الثانوية العامة ولا يراعي بقى أسر بيطلع عينيها في الدروس الخصوصية وفلوس وكتب خارجية طول السنة، ولا بيراعي طالب بيشيل الهم طول السنة عشان يجيب مجموع كويس عشان ياخد رخصة. لكن يا ترى النظام الجديد اللي اتكلم عليه الوزير ده شكله ايه؟ تعال اعرفكم على شكل النظام الجديد اللي هيفشل بعد ما يطبقوه. وزير التعليم يعلن عن نظام جديد للثانوية العامة، لن يكون النظام الجديد بتشعيب علمي وادبي. ايوه خش. النظام الجديد اعلن 4 مسارات، كل مسار يؤهل لقطاع معين من الكليات. المسار المقترحة هي القطاع الطبي، الهندسي، العلوم الإنسانية، الذكاء الاصطناعي. النظام الجديد لن يكون بنظام الثانوية التراكمية، لكل مسار 4 مواد حسب طبيعة الدراسة. مادتين بتؤهله لقطاع الكليات بعينها، يعني إذا كان طب هيبقى فيه مادتين بتوع طب. ومادتين أخريتين أساسيتين، يبقى كده 4 مواد. النظام الجديد سيسمح للطلاب بدخول الامتحان أكثر من مرة. نظام تحصيل مجموع يعني. من خلال هذه البوابة سيلتحق الطالب في القطاع المناسب لتخصصه. بعد ما يطبقوه هيفشل، وبعد ما يفشل هيرجع يقول لك معلش ما هو مش هم كانوا بيقول لك ما فيش ثالثه ثانوي وبعدين رجعنا بقى سنتين وبعدين رجعنا، بقى لهم سنين بيلعبوا ثانويه عامه وبعدين دخلوا بقى حاجات مواد تحسين المجموع والجو البلدي ده وبعدين يفشل فنرجعه وبعدين يفشل
دلوقتي النظام دلوقتي اللي هو كل مسار ده اربع مسارات يفشل، بس هم يطبقوه كام سنه وبعدين يرجعوا ادب علم تاني. بعد ما اتكلم الوزير عن النظام الجديد، الناس دخلت علقت على الخبر بغضب شديد، وقالوا هم اولادنا فران تجارب. لكل وزير نشوف، يعني تعالى نشوف التعليقات كده، هو في عمل علشان يبقى في سوق في سوق جمعه ماشي، اما سوق العمل اول مره اعرف منك. كل ثلاث سنين نظام ثانويه عامه جديد، ويا ترى كل اعاده الطالب هيدفع كام عشان يدخلها؟ للاسف الشديد ستظلت الثانويه العامه معضله التعليم في مصر، وما زالت الحكومه تعالجها بكل غباء وتخلف. صفقه التابلت خلصت، نروح على تطور جديد. بعد ما نجحنا في الاقتصاد والكباري، يلا بينا على التعليم بقى. نظام التحسين يعني بنرجع لورا مش بنطلع لقدام. كفايه تجارب، احنا كاولياء امور بندفع الثمن وعيالنا بتتعقد، كفايه. عزيز المواطن، اللي بيحصل في ملف التعليم ده ما هو الا تنفيذ لكلام السيسي ورؤيته ان التعليم النظري مش مفيد، وانه عايز متعلمين يدخلوا له دولارات. هو قال كده، قال لك كليات التجارب ايه، اداب ايه، وتجاره ايه. اسمع كده، فاكر عايزين كلكم تدخلوا ولادكم اداب وتجاره ومع كل التقدير والكلام ده قلته قبل كده، والاحترام وحقوق وكده. طب هيطلع يشتغل ايه؟ هيطلع يشتغل ايه؟ وتقول ما بيشغلوناش، والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومه، يقول لك ما بتشغلناش ليه؟ هيشتغلوا، يقول لك طب يروح يشتغل مدرس. امال ايه؟ فاكرين ايه يعني؟ ايه كليه تجاره؟ عايز اقول لك انه البشره بس اللي جايه لن تكون هناك كليات في مصر، وان الجيش امتد وامتد لدرجه ان هو هيدخل في كل شيء حتى التعليم، ولن يكون هناك مكان لشخص بعد ما يخلص تعليمه الا اذا كان ضابط جيش طول ما السيسي موجود. خلينا بقى نشوف اللي بعده واللي بعده واللي بعده، نشوف فاصل، وبعد الفاصل ربك يسهل. اهلا بكم. الحقيقه مع قرب الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، بايدن بياخد الاضواء، راح ماسك قفش في الحديد يا معلم وتصدر المشهد، وطلع اعلن عن مبادره لوقف الحرب في غزه. مغامره كبيره يعني، ممكن تفشل وينقلب السحر على الساحر. نشوف كده بايدن قال ايه. لا بايدن وزير الصحه ازاي يعني بايدن. عرضت إسرائيل عرضت الآن مقترح شامل جديد، هي خارطة طريق من أجل وقف إطلاق النار مستدام والإفراج عن كافة الرهائن. هذا المقترح قدمته قطر إلى حماس، والآن سأشير إلى هذا المقترح وما يتضمنه للمواطن الأمريكي والعالم. هذا المقترح الجديد بثلاث مراحل. المرحلة الأولى تستمر لستة أسابيع وستشمل مالي وقف تام وشامل لوقف إطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأماكن المأهولة في غزة، الإفراج عن عدد من الرهائن من فيهم النساء وكبار السن والجرحى، في مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين. سيكون هناك رهائن أمريكي سيتم الإفراج عنهم، ثم هناك رهائن ستعاد جثثهم إلى أسرهم مع بعض التحفظ. المدنيون الفلسطينيين سيعودون إلى ديارهم وأحيائهم في كافة مناطق غزة بما في ذلك إلى الشمال. المساعدات الإنسانية سوف تزداد مع 600 شاحنة تدخل إلى غزة لإدخال المساعدات كل يوم، ومع وقف إطلاق النار يمكن توزيع المساعدات بأمان لكل المحتاجين، مئات الآلاف من المأوى بما في ذلك. عشان ما تقعدش تتوه مع الرجل المخرف ده، زعيم أكبر إمبراطورية للشر في العالم، خلينا لخصنا لك الثلاث مراحل في الجراف ده. دي المراحل اللي اتكلم عليها بايدن. المرحلة الأولى من ست أسابيع ستشمل وقف إطلاق النار على نحو كامل وشامل، وتشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة في غزة، وقدامها إطلاق سراح عدد من الأسرى بما في ذلك النساء وكبار السن والجرحى، إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين وعودة المدنيين إلى منازلهم، زيارة المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة يوميا، تسليم مئات الآلاف من الملاجئ المؤقتة بما في ذلك الوحدات السكنية. المرحلة الثانية إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقيين بما في ذلك الجنود الذكور، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، استمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات،
ضمان استمرار المحادثات بواسطة الولايات المتحدة وقطر ومصر، وقف الأعمال القتالية بشكل دائم إذا أوقفت حماس أو إذا أوفت حماس بالتزاماتها. المرحلة الثالثة بدء خطة إعادة الإعمار الكبرى في غزة، إعادة رفاة الأسرى الذين قتلوا إلى عائلتهم، مشاركة الدول العربية والمجتمع الدولي في إعادة الإعمار، إعادة الإعمار بطريقة لا تسمح لحماس بإعادة التسلح، إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات في غزة، معالجة نزوح 2 مليون نسمة وانتشار الجوع على نطاق واسع. لكن بايدن مش جايب المقترح ده بس، لا ده كمان داخل معاه التطبيع مع السعودية. يعني هذا المقترح موجود معاه التطبيع مع السعودية ودمج إسرائيل في المنطقة في محاولة قبول إسرائيل، يعني انك انت تقبل إسرائيل تبقى جزء من المنطقة دي. إسرائيل لو قبلت بالمقترح وتحقق إنجاز ما يتقالش انه هي اتفاق بقى، لا ده الاتفاق يبقى جامد جدا، وده هينفذه او اللي كان عايز ينفذه غريمه او هينفذه غريمه في الانتخابات ترامب. اسمع كده بيتكلم على التطبيع مع السعودية كده. The United States will help forge a diplomatic resolution, one that ensures Israel's security and allows people to safely return to their homes without fear of being attacked. With the deal, a rebuilding of Gaza will begin. Arab nations and the international community, along with Palestinian and Israeli leaders, to get it done in a manner that does not allow Hamas to rearm. And the United States will work with our partners to rebuild homes, schools, and hospitals in Gaza to help repair communities that were destroyed in the chaos of war. And with this deal, Israel could become more deeply integrated in the region, including, it's no surprise to you all, including no potential historic normalization agreement with Saudi Arabia. Israel could be part of a regional security network to counter the threat posed by Iran. All this progress would make Israel more secure, with Israeli families no longer living in the shadow of a terrorist attack. لكن يبدو ان القرار ده تقريبا يعني في تمرير لي، لان شفنا بيان ثلاثي من امريكا وقطر ومصر للقبول بالخطة. اهو الجزيرة نشرت بيان قطري مصري امريكي ندعو حماس واسرائيل لابرام الاتفاق. من ناحيتها حركة حماس ابدت تجاوبها مع الخطة ورحبت بشكل مبدئي. ادي القاهرة الاخبارية، القاهرة الاخبارية بتقول حماس ننظر بإيجابية الى ما تضمنه خطاب بايدن، ولكن بالنظر للوضع الإسرائيلي بنشوف حالة انقسام وبنشوف ضغط من المعارضة الإسرائيلية للقبول بالصفقة دي. زي ما نشرت عربي بوست، انقسام حاد في إسرائيل على مقترح بايدن لإنهاء الحرب، ولا بيد يحذر رفض الصفقة يعني حكم بإعدام المختطفين. ده غير اليمين المتطرف الحقيقة، يعني غير اليمين المتطرف اللي رد بإسقاط الحكومة لو تم قبول مقترح المقترح ده. يعني أدي الشرق بتقول وزيران يمنيان يهددان بإسقاط حكومة إسرائيل إذا قبلت مقترح بايدن. انقسام حاد، وده يفسر تعليق مكتب نتنياهو اللي مسك العصاية من النص. والمساعد بتاع نتنياهو قال خطة تبقى لي سويس دي، خطة بايدن بخصوص غزة ليست اتفاقا جيدا لكن إسرائيل تقبلها. الول ستريت نشرت كمان كيف تجنبت إسرائيل الخط الأحمر الذي وضعه بايدن، تمت إعادة صياغة الخطة الأصلية لتقسيم قطاعين عبر رفح لمعالجة المخاوف الأمريكية. خوف نتنياهو وإنه ماسك العصاية من النص بيجي في ظل التصعيد في الداخل، وبنشوف في الداخل الإسرائيلي مظاهرات مستمرة في إسرائيل متهمين اليمين المتطرف إنهم عايزين الحرب تكمل. ده المظاهرات ما اختصرتش على الشوارع، شفنا داخل الكنيست، دخل أهالي الأسرى وأهالي الأسرى السنين يحتجون داخل الكنيست أثناء اجتماع رئيس اللجنة الخارجية والأمن بالبرلمان مع نتنياهو. السؤال هنا بقى، من الرابح والخاسر من مقترح بايدن؟ وده كان سؤال صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية اللي سألت السؤال ده بوضوح ونشرته الجزيرة. من سيخرج منتصرا إذا نفذ مقترح بايدن لوقف إطلاق النار؟ هل ستفلح خطة بايدن دي في إيقاف الحرب؟ هل الشروط اللي حطتها أو اللي حطها نتنياهو هتكون عائق للموافقة على الخطة أم إنه ده الاستهلاك المحلي؟ وهل الفصائل الفلسطينية هتقبل بأنها توقف أو تسيب السلاح؟ إيه الموقف كمان على التواجد العسكري الإسرائيلي في رفح وعلى الحدود المصرية؟ أسئلة كتير جدا محتاجين نناقشها مع ضيوفي وضيوفكم. خليني أبدأ بالأستاذ خالد الترعاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. أستاذ خالد أهلا بحضرتك. حياك الله، حيا لك ولضيوفك ولمشاهديك.
استاذ خالد نتنياهو قال في تصريحات للاذاعه الاسرائيليه ان بايدن لم يعرض شروط اسرائيل الحقيقيه في الصفقه اللي من بينها تدمير قدرات حماس العسكريه والقتاليه والاطمئنان ان غزه لن تشكل خطر بعد كده على اسرائيل. كيف ترى تلك التصريحات في ظل المقترح الامريكي؟ أرى أن بنيامين نتنياهو كذاب أشر، والدليل على ذلك لو أن هذه الخطة الإسرائيلية لم تكن فيها هذه القضايا لما تردد بأن يعرض هذه الخطة على بن غفير، وبن غفير اليوم عقد مؤتمر صحفيا ليقول ويشكو نتنياهو إلى المجتمع الاحتلال الإسرائيلي، وقال أن نتنياهو ماطل ورفض أن يطلعه على الخطة المقترحة، ثم حاول الذهاب إلى رئيس مجلس الأمن القومي وحاول معه أن يأخذ نسخة أو أن يطلع على هذه الخطة ورفض وماطل معه، لذلك اضطر إلى أن يعقد مؤتمر صحفي ويقول أنهم يعني يحجبوا عنه هذه الوثيقة. لو كانت هذه الوثيقة لم تكن كما هي، كما قلنا عنها بأنها وثيقة استسلام وإعلان انهزام كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فلما تردد نتنياهو أن يعرضها على شركائه المتطرفين سموتريتش وبن غفير. هو يدرك أن عرض هذه الوثيقة التي هو سوف يوافق عليها، أنا أعتقد أنه سوف يوافق عليها بالرغم من أنه يحاول أن يعيد صياغة بعض الكلمات ويعيد أن يلوي عنق الكلمات أيضا بالقول أن وقف إطلاق النار لا يعني أننا سوف نتوقف عن محاربة حماس، يعني كيف توقف إطلاق النار وتستمر بمحاربة حماس، ولكن هو ولبيد الآن يتحدثان بنفس اللغة تقريبا بالقول أن إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار لا يعني أن إسرائيل سوف تتوقف عن بين قوسين مقاومة المقاومة، أصبحت دولة الاحتلال هي التي تقاوم المقاومة، يعني سبحان الله هذا عالم ما بعد 7 أكتوبر فيه الكثير من المفارقات العجيبة. باختصار بنيامين نتنياهو كذب أشر. طيب بنشوف في تصريحات نتنياهو سعيه لرفض المقترح خوفا على مستقبله السياسي، فهل لدى الإدارة الأمريكية القوة أو أوراق الضغط لتجعله يقبل؟ يعني خليني أقولها لك بالبلدي كده، هل المقترح الأمريكي ده حفظ لماء نتنياهو بحيث أنه يقدر يقول لي أنصاره في الداخل بيدي بيد عمرو لا بيدي؟ نعم هي بالضبط كذلك، أنا أعتقد أنها يعني أنت يعني بالضبط جبتها صح، يعني حقيقة أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وحكومة الرئيس جو بايدن التي هي بالمناسبة مندفعة جدا لأن تقدم مثل هذا المقترح ومندفعة جدا لأن يتم إنجاز هذا المقترح قبل